بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده عندنا حلقه خاصه وحلقه من العيار الثقيل، يعني انجاز التعبير. ضيفي وضيف حضراتكم النهارده عميد لاعبي العالم الصقر المصري كابتن احمد حسن. النهارده توقعوا حلقه تبقى قويه جدا جدا. الهاشتاج بتاعنا هو العميد في جمهور الثالثه، عشان النهارده هناخد كل تفاعلات حضراتكم، كل اسئلتكم اللي هتبعتوها على الهاشتاج بتاعنا العميد في جمهور الثالثه. عندنا تفاصيل كتير وعندنا اخبار كتير، انما خلينا نبتدي معاكم بوزير الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه حقيقه عامله اكتر من مبادره في الفتره الاخيره، وكلها مبادرات ناجحه جدا مؤازره لمنتخب مصر. النهارده السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كان متواجدا لمؤازره منتخبنا الوطني، وده الحقيقه الراجل بقاله فتره بيعمل ده، مش بس مع منتخبات الكوره، مع الكوره وغير الكوره وكل الفرق المشاركه في الاولمبياد. النهارده هو قدام حضراتكم على الشاشه دكتور اشرف صبحي، من مكان لمكان بيتحرك بسرعه وبخفه الحقيقه. الراجل اتكلم مع الناس وقال لهم ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في جميع لعيبه المنتخب، وعندنا كمان مجهود كبير بنبذله، وعايزينكم انتوا تسعدونا وعايزينكم انتوا تبسطوا الناس. وزارة الشباب والرياضة بتدعم الكل، والحقيقة انه دكتور اشرف صبحي زي ما بقول لحضرتك هو مهتم جدا بكل الجوانب الكروية وكل الجوانب الرياضية، واللي قدام حضرتك على الشاشة ده هو جانب من لقاء الدكتور اشرف بمجموعة منتخبنا الوطني بالكامل. الدعم والمؤازرة مهمين جدا ومطلوبين، بيدوا انطباع للناس قد ايه انه في توجه واضح للكل دلوقتي، الناس كلها شايفاه جوه مصر وبره مصر، ان هناك اهتمام كبير جدا جدا بالجانب الرياضي، مش الجانب الكروي. خد بالك مش الكوره بس، انت النهارده بتشوف الدكتور اشرف صبحي موجود هنا، هتلاقيه موجود قبل كده مع المنتخبات الاولمبيه المختلفه، مش بس في الكوره والاستعدادات للاولمبياد بتاع طوكيو. هتلاقي الدكتور اشرف صبحي كمان موجود عشان ماتش الاهلي والزمالك، فبيعمل مبادره النهارده بيطلقها، مبادرة عظيمة جدا جدا، لا للتعصب، نعم للروح الرياضية. احنا محتاجين جدا جدا اللي بيحصل ده، محتاجين الناس برضو تاخد بالها من التوجه اللي حاصل في الفترة الأخيرة. مصر تستقبل دورة أولمبية مصغرة فيها منتخب البرازيل بكامل قوته بكامل عدته وعتاده، فيها كمان كوريا الجنوبية، فيها منتخبنا الأولمبي، فيها تجهيزات، في تجهيزات مهمة جدا لبطولة كأس العالم إن شاء الله بإذن الله لليد، في حالة من حالات الرواج الكروي والرواج الرياضي بشكل عام. مبادرات أنتوا بتشوفوها كتير جدا جدا، أنا مبسوط جدا باللي بيحصل وسعيد جدا باللي بيحصل، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله دي فرصة. لما بتلاقي إنه في توجه وفي اهتمام كبير بالحاجات ديت، يبقى احنا المفروض ان احنا كمان نتائجنا تتحسن، امورنا تتحسن، ظروفنا تتحسن. اللقاء اللي حضراتكم هتشوفوه ده لقاء مهم جدا جدا مع الدكتور اشرف صبحي، تطرق فيه الى جوانب عديده، سواء مبادره علشان مباراه النهائي اللي تجمع ما بين الاهلي والزمالك، سواء عن منتخبنا الاول المنتخب الاولمبي، وعن نادي الزمالك والموقف النهائي. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء وهذا الحوار المهم جدا جدا اللي خصنا بيه النهارده الدكتور اشرف صبحي وبكاميرا جمهور الثالثه، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. المهم مع الوزير، عندنا ماتش توجو هنا هيبقى في استاد القاهره، الدوره الوديه ايضا هتبقى في استاد القاهره. هل ممكن فعلا مباراه اتنقل، مباراه النادي الاهلي والزمالك تكون في استاد القاهره؟ وقصه الجمهور انا عارف ان هي اتحاد افريقي، لكن تدخل حضرتك واتحاد الكره هيبقى ازاي؟ بص، احنا اولا يعني تدخلنا بقى عندنا هنا النهائي ان شاء الله في استاد القاهره. احنا يعني جينا الفترة الشتوية كنا نوقف يوم 17 يوم 18 يعني بعد المباراة المنتخب الأولمبي، لكن احنا كملنا خلاص يوم 27 موجودين واستاد القاهرة. وده يعني احنا شفنا الحالة العامة يعني، وان في خوفا من هطول أمطار أو حاجة، فمع ان استادات مصر كلها الحمد لله جاهزة يعني. فهيكون هنا أهل الزمالك. أما فيما يخص الجماهير فده إجراءات الاتحاد الأفريقي بياخدها، وإحنا يعني بنكون مع الاتحاد زي ما بنقول إحنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراراته بالنسبة لكل حاجة بما يتوافق مع يعني الشأن المصري. نفس الحكاية بالنسبة للاتحاد الأفريقي، وإن شاء الله يعني يسمح بعدد أو حاجة كده نبقى سعيدين. لو لم برضو هم يعني جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية للمؤسسات يعني أو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولة كده، وي شود ريسبكت، لازم نحترم يعني. احنا مع
الأندية الشعبية والأندية بشكل كبير جدا، وبنحافظ على الكيانات ده يعني اللي أقدر أقوله بشكل كبير. وأي يعني ظروف بيمر بيها أو بتمر بيها المؤسسة بيكون عينينا على الكيان، يعني الكيان هو الباقي، يعني أيا كان الفرد يعني الكيان هو اللي باقي، فلازم يعني أقول ده. ودي أمانة ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، يعني إذا كنا في هذا الموقع يعني ربنا أخصنا به ومع قيادة سياسية واعية دينا دعم جامد، فلازم نراعي الأمانة والقسم لربنا سبحانه وتعالى ادهلنا دون تحيز لأي حاجة أو لأي حد. لكن يعني أنا بتكلم القلب، يعني أكيد إحنا بنعمل كل حاجة بقدر الإمكان مظبوطة. الضغط من أحد الأطراف اليمين أو أحد الأطراف الشمال، يعني إحنا مش هننساق لضغط، هننساق للموضوع وحفظ الكيانات، وهناخد إجراءاتنا القانونية. لكن يعني ما حدش يضغط أكتر من لازم في وقته وفي لازم، يعني مش هنعمل غير الصح، ويعني مش هنظلم حد، وهناخد الإجراء القانوني. وناخد إجراء قانوني هيكون هو المناسب وهو الصحيح. ده يعني أنا يعني بصفتي هو كوزير شباب ورياضة بطلبه وبقوله، لأن كمان لازم نقف، ما ننساش إن في عندنا أبطال أولمبيين لازم نكون وراهم حتى مع الإجراءات اللي موجودة، ولازم يعني إجراءات وقائية بنعملها وإجراءات صحية، ولازم نوفر لهم المناخ المناسب لتدريباتهم. نقف ورا منتخبنا القومي، لأن اللاعب برضو حساس بيشوف وبيسمع، وده يعني في علوم الرياضة علم النفس الرياضي ده يا بيشحن ويا بيفرغ انفعالاته يا 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 إلى آخره. فبالتالي إن شاء الله ناخد يعني إجراءاتنا الصحيحة. ولكل المؤسسات يعني إحنا في كل المؤسسات دلوقتي هننتاج هذا النهج على طول، مش لحاجة. إذا كان يعني قانون الرياضة بيدي استقلالية، لكن بيدي الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة المالية كمان فيما يعني يرى لو في أي مخالفات أو حاجات زي كده، فده بيديني الحق الفترة الحالية. لكن بنحافظ على استقلالية المؤسسات، وهحافظ على استقلالية المؤسسات والجماهير. لو أدى ننزل للفرق نقعد معاها هنعمل ده، لو أدى يعني هنعمل كل حاجة. ليه؟ لأن احنا ده دورنا ودي أمانة. عشان كده موجودين مع المنتخباتنا، موجودين مع أولادنا، مطمنهم باستمرار، لأنه وراهم 100 مليون. يعني منتخب مصر كل الناس بتشوف، وبعدين لما حضراتكم بتتكلموا وبيجي في التلفزيون بيتابع المنتخبات. كلامنا يعني ستريت فورورد، لا نخص يعني حد ولا نعيب في أحد على الأطلاق، ولا هنعيب في أحد على الأطلاق. لكن مش معنى الهدوء عدم الحزم أو الجدية أو حتى الضعف، ده مش ممكن يعني. لكن القرارات بتاخد وقتها وفي وقتها المناسب، وأنا لا أنظر ولا أحزن، لكن هنعمل شغلنا الطبيعي. وعشان كده كمان في أكتر من اتجاه بنقول يعني لا للتعصب، وبنشجع الحالة الرياضية، وبنعمل مشروعاتنا القومية وورا ولادنا، وبنشوف نجيب يعني تنمية موارد إزاي علشان يبقى دايما باستمرار موجودين، وإن شاء الله تكون مصر دايما من خلال الرياضة المصرية بخير. طيب، من ضمن الأخبار المهمة هو مد فترة القيد المحلي. خد بالك انه فرقنا المصرية كان عندها مشكلة في موضوع القيد المحلي خلال الفترة اللي فاتت، علشان خاطر انت حضرتك عارف كويس انه كان الميعاد قبل يوم 19، وبعدين لما تأجل النهائي ليوم 27 أصبح الأهلي والزمالك دلوقتي في أزمة كبيرة ليها علاقة بفترة القيد. فترة القيد ديت اللي هي ايه؟ المفروض ان حضرتك هتسجل اللعيبة بتاعتك محليا قبل يوم 19، ده علشان اللعيبة دي تبقى موجودة معاك، ما تسقطش منك من القايمة الإفريقية. وبطبيعة الحال انت مثلا، انا بضرب اي مثال دلوقتي، انا بقول اي مثال مش شرط ده اللي يحصل، فليكن مثلا الأهلي عنده احتياج مثلا للعيب فلاني، لعيب هنسميه سين علشان ما يضربش مثل بحد. لعيب سين ده حضرتك هو الأهلي هيبقى محتاجه، بس محتاجه بس يلعب معاه في إفريقيا، بس الاحتياج احتياج إفريقي فقط لا غير، وبعد كده هو عايز يبيعه، عايزه ما يكونش موجود معاه. فيعمل ايه؟ كان هيضطر في الموضوع بتاع القيد يوم 19، كان هيضطر انه هيبعته في القايمة الأولانية عشان ما يسقطش منه في إفريقيا، فليكن مثلا جيرالدو. فالأهلي مثلا بيفكر، أو بادجي الأهلي مثلا بيفكر انه يبيعه، فلا هعتمد عليه بس في إفريقيا إذ ربما احتاجه في النهائي ده.
فايه اللي بيحصل؟ بتخسر لعيب من الاستبدال بتوعك، بتخسر من الخزنه بتاعتك بتاعت الاستبدال اللي هم الخمس لعيبه فيما بعد. فالاتحاد الافريقي كان هو 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 اللي بيلزمك طبعا زي ما حضرتك معارف بمواعيد قيد افريقيا، بس الاهم من القيد الافريقي هو الايه؟ القيد المحلي، لانه اللاعب لو انت ما قيدتوش محلي يسقط منك في القائمه الافريقيه. الاتحاد المصري لكره القدم نزل بيان دلوقتي هقراه لحضرتك، حضرتك من على الشاشه اهو، بتاريخ 10/11 للساده مديري الافرع. الاتحاد طيب وبعد الحقا الى منشور القيد الصادر في 7/10/2020، وبناء على تاخر بدايه الموسم الجديد لشهر ديسمبر القادم 2020 وتسهيلا على الانديه المصريه خاصه ناديي الاهلي والزمالك المشاركين في نهائي دوري ابطال افريقيا، فقد تقرر مد فتره تسليم القوائم المحدده في المنشور المشار اليه لتصبح التالي: القسم الاول القائمه الاولى هتبقى لحد يوم 30/11، القائمه الاضافيه لحد يوم الاحد 6/12/2020، به القسم الثاني القائمه الاضافيه يوم 3/24/11 لحد 2020، جيم القسم الثالث القائمة الإضافية يوم الحد 29/11، على أن تلتزم أندية القسم الأول بسداد عقود اللاعبين المستغنى عنهم لحين تعاقدهم مع أندية جديدة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. وليد عطار المدير التنفيذي: ده كلام محترم وده كلام سليم يساعد الأندية المصرية بتاعتنا في الفترة اللي جاية. طيب الخطاب اللي قدام حضراتكم ده خاص بينا احنا، لسه حتى كمان ما نزلش في اي مكان، هتلاقوه بس عندنا في جمهور التالتة. طيب نروح لتفاصيل تانية. الاتحاد المصري لكرة القدم عامل حاجة لطيفة جدا، عامل حفلة لمحمد صلاح، نوع من انواع التقدير. محمد صلاح فاز بألقاب وبطولات كتيرة جدا، كان اخرها انه فاز بلقب الدوري الانجليزي. محمد مفيش جدل ومفيش خلاف على انه دلوقتي هو ايقونة مصرية تتحرك في أوروبا كما السفراء المميزين. محمد في مكانه ومكانة كبيرة جدا، التقدير من لما يبقى من هنا بيبقى عظيم جدا، لأن هو بيدي للناس انطباع بره ويدي للراجل نفسه انطباع قد ايه الناس بتحبه وقد ايه الناس مهتمة بيه وقد ايه الناس سعيدة بيه. محمد ما كانش بالإمكان انه يكون موجود خلال الفترة اللي فاتت نظرا طبعا للالتزامات اللي عنده. محمد هيبقى هو موجود في معسكر المنتخب، ففي حفلة هتقام بكرة ان شاء الله بإذن الله. هذه الحفلة تبتدي في تمام الساعة 7:30، مدعو اليها كبار نجوم ورموز كرة القدم المصرية: كابتن محمود الخطيب نجم مصر ورمز مصر، كابتن حسن شحاتة نجم مصر ورمز مصر، وكابتن أحمد حسن عميد لاعب العالم، كابتن عصام الحضري. أسماء كبيرة جدا وأسماء مهمة، علشان زي ما بقول لحضراتكم إحنا بنحتفل بواحد من نجوم كرة القدم المصرية وسط كمان أيقونات ورموز كبيرة جدا. ده إن شاء الله بإذن الله هيبقى بكرة، نثمن جدا هذه الأمور اللي من هذه النوعية. النهاردة الأستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة الخماسية، كان في لقاء معنا مع زميلنا عمرو مختار، اتكلم في جوانب كتير جدا. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء، لأنه في تصريحات وفي عناوين مهمة هنخرج بيها وبعدين نعقب عليها. خليكوا معنا في هذا التقرير. اولا شايفين حاجه جميله، يعني جايبين مستضيفين البرازيل اللي حامله لقب ريو دي جانيرو، منتخب كبير، منتخب كوريا ايضا يضم مجموعه كبيره من المحترفين. نجاح لاتحاد الكره، نجاح للدوله ممثله بوزاره الشباب والرياضه في هذا المؤتمر النهارده. تقولي النهارده الصعب؟ اكيد طبعا حضرتك، انا يعني اللي انا بقوله، انا من يوم ما جيت انا شايف دعم الدوله كلها ممثله في وزاره الشباب والرياضه او كافه الناس الحقيقه بنشتغل في هدف اسمى ان احنا نشتغل عليه، الا وهو ان الكره المصريه دي تروح وترجع لمكانها المفروض اللي كانت فيه وكان المفروض انها تكون فيه، وطموحات الشعب المصري الكوره المفروض انها تكون فيه. يا جماعه احنا عندنا كل حاجه عندنا، لازم نكون احسن من كده. انا لازم اتعامل مع الظروف اللي انا مش هقعد اشتكي اقول اصل حجتنا كذا، انا ما تعودناش حتى في شغلنا في حاجاتنا، لا، انا بشتغل في الظروف اللي موجوده، لازم انتج واوصل للمكان اللي انا عايز اروح له والهدف اللي انا عايز اوصل له. اعتقد ان الكلام ده منقول للاجهزه، منقول للعيبه، منقول لزملاتي في اللجنه الخماسيه. النهارده عندنا هدف لازم نعمله، اي ظروف موجوده انا ما هعمل ايه؟ انا لازم اشتغل في ظل الظروف دي، لازم اعمل احسن استعدادات زي ما قلنا، احسن تجهيزات، اوفر يعني ازلل كل الصعوبات اللي موجوده. عندي هدف هوصل له، يعني هوصل له. مصر كبيره قوي يا جماعه،
عايز اوصل لحضرتك حاجه. انا من اكتر حاجات اللي بتسعدني وبقول ان انا الحمد لله اعتقد ان احنا انجزنا، يعني احنا وقفنا قدام صعوبات كتيره جدا جدا علشان نرجع البطولات ونرجع الدوري ونرجع علشان نوصل للمستوى اللي احنا شفناه لاول مره في تاريخ مصر، لاول مره في تاريخ افريقيا ناديين من بلد واحده بيلعبوا النهائي على ارض مصر الجميله. فانا بالنسبه لي انا يعني مش عايز اقول لك انا اسعد واحد في الدنيا. هل المباراة ممكن تتنقل إلى استاد القاهرة كمقيم؟ ربنا يسهل، محكومين برضو بحاجات معينة، ربنا يسهل. أنا بقول لهم عايزين نشوف مباراة طليق بيكم، سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك، جماهير الزمالك جماهير الأهلي. إحنا الهدف الأسمى إن إحنا نلعب نهائي إحنا الاثنين. نتمنى مباراة طليق بمنظر مصر بشكل بقيمة الناديين الكبار قوي 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 اللي موجودين دول. نتمنى روح رياضية، نتمنى مستوى فني هايل، نتمنى المباراة اللي كل الدنيا بتشوفها هنقول لهم بصوا مصر مفيش أجمل منها، مباراة للتاريخ طبعا. هو مين احنا ممكن ما يعني ما نشوفش الكلام ده في حياتنا، ربنا يخليك. عندنا مشكلة او حصل حاجة سمعناها، منتخب الشباب واللاعبين اللي هربوا من منتخب الشباب، هل وصل؟ مفيش مشاكل خالص حضرتك، كل الحاجات دي واردة، احنا قادرين ان احنا نحلها. سيبك يعني زي ما بيقولوا ياما دقت على الراس طول. الدعم الذي يقدمه الاستاذ عمرو الجناني لكابتن حسام البدري ومنتخبنا لمباراتين مهمين، مباراة يعني عايز اقول لحضرتك دعم بلا حدود. انا هو ده شغلانتنا، ان احنا بنذلل كل العقوبات، ادارتنا للموضوع. ان شاء الله يا رب نوصل لبر الامان ونشوف كل الاهداف اللي احنا عايزينها للكره المصريه ان شاء الله نعملها. بوجه الاول لابراهيم حبيبي واخويا، بشكركم طبعا على كل حاجه. انا بقول دور الاعلام مهم جدا جدا في موضوع ماتش الاهلي والزمالك ده. يا جماعه لازم نلم الناس كده كلنا حوالينا، لازم النهارده ندي مسج للناس كلها، الرياضه سمو واخلاق قبل ما تكون اي حاجه. لازم الناس موضوع الشحن اللي زياده قوي 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 اللي موجود ده، الكلام ده مش مطلوب خالص والله العظيم، ما في حاجه تستاهل. اتمنى بص انا ما عملتش حاجه صعبه خالص، انا اللي انا عملته انا حطينا المبادئ اللي موجوده، احنا طبقنا لوائح. اشهد امام الله اني ما جاملتش حد خالص، ولا يمين ولا شمال ولا اهلي ولا زمالك ولا اي نادي، انا ما جاملتش حد خالص. انا طبقت لوائح، بعتذر لاي حد زعل مني في اي وقت من الاوقات، بس صدقوني وحياة ربنا انا ما عملت غير الصح وما طبقتش غير اللوائح. ان شاء الله باذن الله كل النقاط اللي دايما بنتكلم فيها، ودايما بحب استخدم المصطلح اللي له علاقه بان احنا كلنا على بعض يا جماعه، كلنا ماشيين في سكه وفي اتجاه، المفروض ان هو الاتجاه والسكه دي تكون سكه واحده. السكه الواحده اللي احنا بنتكلم عليها ديت ان احنا يبقى قلبنا على قلب بعض. احنا بنتكلم على المنتخبات الوطنيه، بنتكلم على المنتخبات الاولمبيه، بنتكلم على منتخب الشباب، بنتكلم كمان على المباراه المقبله. انا بالنسبه لي هي نقطه فاصله في تاريخ كره القدم المصريه والافريقيه، مباراه الاهلي والزمالك المقبله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبالنسبه لي ما بتقبلش الاسم على اتنين، وبالنسبه لي الحقيقه مش هسامح اي، يعني انا قناعاتي انا كمواطن مصري بره فكره ان انا راجل ربنا مثلا من عليا بفكره انه ابقى موجود لمده ساعتين ثلاث ساعات بتكلم فيهم قدام حضراتكم. فانا بشوف انه ده يعني بقيت اليوم احنا مواطنين، بقيت اليوم احنا بني ادمين عاديين، بشوف انه هيبقى حاجه صعبه جدا جدا لن يتم المسامحه فيها كل من يشعل فتيل ازمه ليها علاقه بهذا اللقاء. بصوا بقى عشان ما من غير ولا لف ولا دوران، المبادرات اللي هتنطلق هي كلها مبادرات كبيرة ومهمة، وأنا بحترم جدا جدا كل من يطلق أي مبادرة في هذا التوقيت، لأنه ده من قبيل ومن دافع أن الناس فعلا مش عايز أي أزمة، مفيش أي حد عايز أزمة. لكن المهم بالنسبة لي ما تبقاش المبادرة مجرد عنوان، وأول لما الشخص نفسه اللي بيبقى داعم للمبادرة ديت بيتحط في موقف هو عليه انه يعني يتصرف بحكمة فلا يتصرف بهذه الحكمة ويتحول الى مشجع، هنا هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. الشعارات والكلام بيبقى عظيم جدا طالما ما دخلش حيز التنفيذ، انما لما بيخش حيز التنفيذ هي دي الصعوبة. النفس البشرية بقى اللي هو ايه، انت ازاي تعرف تتخلى عن انتماءاتك وانطباعاتك وارائك اللي فيها احيانا يعني حب الفريق اللي انت بتشجعه وما تجيش على الفريق التاني.
هي دي الفكره. هي الفكره في ايه؟ انت من النهارده لحد المباراه انا مش شايف انه في صعوبه ان احنا كل يوم نقعد نتكلم على الاهلي والزمالك من الناحيه الفنيه وقوه الاهلي وقوه الزمالك والاسماء اللي موجوده هنا والاسماء اللي موجوده هنا، وازاي ان احنا ده هيبقى عنده افضل حاجه وعنده موسيماني، وازاي ان ده عنده افضل حاجه وعنده باتشيكو. الافكار اللي شبه كده هي دي الكوره وهي دي متعتها. الكلام حتى كمان بقول لحضرتك الكلام العادي بتاعنا ده اللي احنا اتربينا عليه وطلعنا عليه وشفناه في المكسب وفي الخساره العاديه، ده برضو كلام مقبول، لكن اكتر من كده ما هوش مقبول. وبامانه شديده هذه المره الدور ليس فقط ملقى على السوشيال ميديا والصفحات، لا، من هنا من المنصات دي، المنصات دي اللي هي الاعلام، الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب حقيقة، يعني عشان ما نقعدش نلف وندور. يعني الكلمة اللي هتترمي في استوديو من الاستوديوهات ديت صاحبها اللي هيغلط يعني بصوا، انا لو انا يعني بأمانة الله، يعني لو انا مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام او المجلس الأعلى للإعلام وانا نفسي غلطت على الهوى وسرحت كده في جو قصف الجبهات، ريح على جنب، اركن لنا 15 يوم كده لحد ما الماتش ما يجي. اركن اركن عشان انت مش حاسس بالمسؤوليه، اركن عشان انت مش عارف كلمتك دي ممكن تعمل ايه، لانه هي من هنا مش من حته تانية. وبعدين نحاسب الناس اللي هنا، وبعدين نبقى نتكلم بقى في السوشيال ميديا ونشوف الناس اللي في السوشيال ميديا عامله ازاي. ده بكل صدق يعني. طيب نروح بقى للدوري المحلي وتفاصيل كتيره جدا جدا ليها علاقه بالاستعدادات المقبله. انا معايا على التليفون كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. سموحه شغال عمال بيعمل في الصفقات، وكابتن احمد سامي بيتهيألي دلوقتي بيعيش افضل فترات. عارف كويس قوي ان الكابتن احمد كان دائما وابدا ينتظر فكره الفريق اللي يكون عنده امكانيات تتوفر لمدير فني عنده افكار محترمه. نعرف ونطمن سموحه اخر الاخبار ايه، اخر الصفقات اللي بيخلص فيها مع كابتن احمد سامي واستعداداته الموسم المقبل. يا كابتن سامي اهلا وسهلا بيك ومساء الورد. ازيك يا هيما، وحشني جدا. وحضرتك والله العظيم وحشني جدا جدا. اخبارك يا ابو الكباتن؟ كله تمام يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. بسالك اخبار الصفقات الجديده ايه؟ اطهر الطاهر كان برضو واحد من اللعيبه المهمه اللي احنا سمعنا عن التعاقد معاها، في كمان رفيق كابو. اعرف منك بقى اخر صفقات ايه. هو يعني هو اطهر الطاهر هو لعيب من السودان ولعيب دولي وفي المنتخب دلوقتي، وفي كابو لسه اول يوم النهارده يبقى معانا، وفي عبد الكبير الوادي وادي دجله برضو، وفي البدري اللي هو كابتن نادي الانتاج. ايوه اللي هو السنتر باك محمود البدري. ايوه وبرضو في اشرف جون كان منتخب الاولمبي 97، وفي رفاعي ده باك ليفت تحت السن يعني من جبناه من الداخليه. عظيم. وان شاء الله يعني 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 في برضه في صفقات جايه يعني، بس لسه يعني ما خلصتش. طيب من كام يوم كده المهندس فرج عامر تحدث عن رغبته في استعاره بدر بنون من النادي الاهلي. شايف الموضوع فعلا ممكن يتحقق ولا لا؟ ان كانت الناس برضو بين قوسين كده بتقول لك الاهلي، بيقول لك الاهلي لسه لم يعلن عن استخدام بدر بنون، وان كان الكل يعني خلاص عرف انه القصه مجرد اعلان رسمي. شايف الموضوع ممكن يوصل لفين؟ هو يعني هو نادي الاهلي هو صاحب القرار، وبعدين نادي الاهلي لو هو عنده نيه ان هو طبعا بدر بنون ده لعيب كويس جدا، سنتر باك كويس جدا، وهو في نادي الاهلي كمان هيزيد اكتر كتير. بس هو طبعا لو نادي الاهلي عنده امكانيه ان هو يطلعه عارة، ما يعني طبعا هيبقى مكسب للنادي طموح. بس لسه برضو انا يعني ما الموضوع يعني مش واضح يعني. تقييمك ليه انه مدافع من المدافعين المميزين يعني؟ كويسين يعني. يعني هيتطور بشكل كبير جدا طبعا. هو جاي من نادي كبير الرجاء، بس برضه في نفس الوقت هو في نادي الاهلي فرقه كبيره جدا وبتلعب على البطولات كلها، وفرقه عندها ثبات في المستوى، فطبعا هيتطور. قلت هيتطور، ايه النقاط اللي انت شايف محتاج يزيد فيها؟ لا هو النواحي الجماعيه الدفاعيه. اتفرجت على ماتش الزمالك، طبعا كان في مشكله من النواحي الجماعيه يعني ذهنيه عنده يعني بالنسبه للخط الظهر كامل، في قياده خط الظهر، في التعامل جماعيا مع قياده خط الظهر. بالظبط. والجماعيه هي سمه من سمات نادي الاهلي، فانا شايف بشكل كبير جدا ان هو هيزيد مع نادي الاهلي. صحيح. ايه حقيقه رغبه سموحه في التعاقد مع جيرالدو؟ هل فعلا يا كابتن من ضمن الاسماء اللي حطيتها قدامك؟ هو الكل الاسامي مطروحه، بس هي اللعيبه دي يعني مش ملكنا، ملك النادي.
ايوه. والنادي الاهلي ما خدش القرار في اي حد لسه. يعني ما طبعا كل حاجات بتتصرف في الاعلام والكلام ده، لكن هو في نفس الوقت ما يعني ما فيش قرار لسه او ما اطرحش الموضوع لسه. لكن بالنسبه لك، بالنسبه لحضرتك انت، بالنسبه لحضرتك انت كمدير فني لسموحه، يبقى عينك رايحه على لعيب زي جيرالدو تستفيد منه تطوره تاخده؟ جيرالدو لعيب سريع جدا والسرعه حاجه مميزه جدا، وفي نفس الوقت هو مع نادي سموحه ممكن يأدي بشكل كبير، بس هو في نفس الوقت طبعا كل ما الموضوع متاخر انت بتجيب في المراكز دي. ايوه. فبتبقى الموضوع صعب ان انا اتعاقد معاه. طيب من وجهه نظرك احتياجاتك لسه فين في المراكز اللي في الفرقه يا كابتن؟ انا يعني انا بحاول اجيب برضو في نص الملعب، بحاول اجيب طبعا باك ليفت تاني برضو. يعني في حاجات يعني في بعض المراكز محتاج واحد واثنين. واحد واثنين يعني بصراحه الباشمهندس فرج مش متاخر يعني بيحاول بشتى الطرق، انت عارف الموضوع بقى ضيق بين الدوري والدوري. ده حقيقي. الموضوع موضوع انتقالات اللعيبه بقت صعب. في نفس الوقت الانديه برضو اللي عندها لعيبه يعني مش بالسهوله ان هي تسيبها. فالموضوع برضو انت عارف مخنوق شويه. انا عارف. طيب دلوقتي الكلام نهائي بالنسبه لصلاح محسن وفتوح، الاثنين ده راجع الاهلي وده راجع الزمالك، ولا الكلام ده لسه مش نهائي؟ ما هو لسه هم يعني الزمالك برضو ما خدش قرار واضح. في فتوح لسه ما خدش يعني ما فيش حاجه واضحه. انت عارف في نادي الزمالك برضو الدنيا مشغوله برضو من نهائي افريقيا، والاهلي برضو من نهائي افريقيا، فالموضوع واخد برضو يعني حيز من التفكير. ايوه. حيز من التركيز، وفي نفس الوقت الموسم ضيق على كل الفرق. نادي الاهلي عنده لعيبه كتير قوي، نادي الزمالك عنده لعيبه كتير قوي، هو بقى قرارات ان هو حساباتهم هو بقى ممكن يطلع لعيب اعاره ما يطلعش اعاره، لسه الموضوع ما بقاش واضح. طيب ده بالنسبة للاثنين سواء صلاح محسن أو بالنسبة حتى كمان لفتوح. طيب أسأل حضرتك بقى على استعداداتك للموسم اللي جاي، إمتى إن شاء الله بإذن الله هتبتدي شغل مع الفريق، وهتتعامل إزاي مع موقف التحام الموسمين مع بعض؟ هو إحنا يعني أنا أخدنا حوالي أسبوع أجازة أو ست أيام، وبدأنا من ثلاث أيام. بدأنا من ثلاث أيام. بالمجموعة اللي موجودة معانا والصفقات اللي بنخلصها بتيجي بتشتغل معانا برضه، واحنا شغالين بنصفوا بعضها على أساس برضه إن ما فيش وقت كتير، واللعيبة برضه من النواحي البدنية كابتن إبراهيم ما فقدتش كتير. أنا كل راحة خمس أيام بين الدوري والدوري اللي احنا اديناهم، وشغالين تدريب وشغالين برضه معاهم في أوقات كتير جدا ريكفري، لأن اللعيبة ما فقدتش بدنيا كتير. كويسة. ربنا يكرم ويوفق ان شاء الله باذن الله كابتن سامي، وتتالق الموسم ده ونشوف سموحه دايما في مصاف الفرق الكبيره. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، والفتره اللي جايه هنشوف سموحه بشكل جديد جدا. طيب نروح بقى للاسماعيليه والاسماعيلي دلوقتي، يعني بالانتدابات اللي بيجيبها بالتعاقدات الجديده اللي بيجيبها لافت الانتباه الى حد كبير. انا معايا على التليفون الاستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي. يا استاذ علاء مساء الورد واهلا وسهلا بيك. مساء النور كابتن ابراهيم، بشكرك جدا على يعني دعمك ومسنددك دايما للاسماعيلي. والله هقول لك على حاجه على الهوى، منذ ان علمت انا الحقيقه يعني، ومنذ وجودك كمتحدث رسمي للنادي الاسماعيلي وانت ريحتنا، وهقول لك ليه بصراحه يعني. لانه كان عندنا مشكله كبيره جدا حقيقه يعني في التواصل مع النادي الاسماعيلي طوال الوقت وطوال المواسم الماضيه. فكرة الحصول على معلومة من النادي الإسماعيلي أشبه الحصول على معلومة عسكرية، معلومة موثقة. يعني هقول لك حاجة، يمكن وده برضو نتيجته ما زالت مستمرة حتى الآن بكم الإشاعات اللي كل يوم بتخرج عن النادي الإسماعيلي. يعني كم من الإشاعات حقيقي، ما فيش نادي في مصر أو في أي مكان بيتعرض لهذا الكم من الإشاعات، وكلها إشاعات فعلا بتهد في استقرار الفريق وبتهد في الفريق بصفة عامة. فعشان كده بقول لحضرتك لا، المأمورية يعني صعبة جدا انك انت تبقى كل شوية طالع عمال تنفي. يعني كل شوية اخر حاجة هتنفيها، اخر حاجة تبادلية وتيجي تطلع عملنا قلنا لا مش هينفع. حتى المحترم الاستاذ محمد مصالحي طلع وقال لا، او الإشاعات دي يا جماعة بتهد استقرار نادي الاتحاد. طب هي بس مجرد إشاعة ارتبط فيها الاتحاد مع الإسماعيلي من خمس إشاعات كل يوم، يبقى
احنا يبقى الله يكون في عوننا بقى، يعني الله يكون في عون النادي الاسماعيلي وجماهيره اللي كل يوم بتلاقي اخر اشاعه يعني هتنفيها معاه ايه؟ استقاله خالد القماش، وكان الصبح استقاله علاء وحيد وفي الاخر خالص لا انا استقلت ولا خالد القماش استقال. وعملنا دلوقتي برضو تكذيب ونزل تصريح على لسان كابتن خالد القماش ان هو باقف مكانه، وبكره في اجتماع للجنه التعاقدات وشغله مستمر في قطاع الناشئين. فدي طبعا كلها حاجات اولا بتاثر على الجمهور جدا وبتزعل الجمهور. جمهور الاسماعيلي حساس جدا، وهو دلوقتي عايز اقول لك انت بتقول صفقات مرضيه، عملنا بالفعل صفقات مرضيه جدا، ولكن جمهور الاسماعيلي عايز المزيد وده حقه ولسه فيه. يعني هم دلوقتي جبتوا اري بابل الاولى قربت بكره والقلق زاد، وكلهم يكتبوا لي ويقولوا يا جماعه خلاص الفتره انتهت وده وانتم مش عارف كلام كتير جدا. يا جماعه لسه فتره القيد الثانيه لغايه يوم 19. لا اتمد فتره القيد، اتمدت يا فندم. انا طلعت بخبر حصري هنا انه اتمد فتره القيد الخاص بالفرق المصرية لحد يوم 30. يعني دي برضو تطمن جمهور الاسماعيلي نوعا ما. عايز اقول لك حاجة وخليني صريح واقولها لك لأول مرة كابتن ابراهيم. اتفضل. الاسماعيلي بيتفاوض في كل المناحي، مش بنتفاوض مع لاعبين فري فقط، مع اللاعبين وانديتهم، ومش بدون ما اكشف اسماء. لما تتفاوض مع نادي وطلب مبلغ ووافقنا ورجع زود المبلغ ووافقنا، اللاعب نفسه اوكي ووافقنا على كل طلباته، ولما تيجي تروحوا في اخر لحظه اللاعب يقفل التليفون. ده مثلا ده مثال من خمس ست حالات. لا اديني اسم اللاعب بقى عشان الجمهور يبقى عارف، جمهورك يبقى عارف. لا ما دي بقى بص لسه في امل. يعني بص حضرتك احنا لسه بنتكلم ولسه في بكره ومستنيين علشان ما نفقدش الامل. لكن انا قلت واتفقت مع الاداره ان احنا هنكشف كل لاعب تملص من الاسماعيلي، كل لاعب قال كلمه وكل نادي حاول يزيد على الاسماعيلي. الاسماعيلي بيتزايد عليه من انديه كابتن ابراهيم، في انديه صاعده مع كل احترام والتقدير لهم طبعا يعني، ولكن بيرفعوا السعر بطريقه جنونيه مش بطريقه عاديه. وبس دي برضو مش حجه، انا برضو بقول لحضرتك احنا بنختار اختيارات نوعيه. احنا السنه اللي فاتت الجمهور عاتب على النادي الاسماعيلي علشان الاختيارات مع كل احترام والتقدير، ولكن السنه دي ممكن بسهوله كنت تعلن عن اربع خمس ست صفقات والكلام اللي بيتقال. يا استاذ علاء، انت صفقاتنا يعني احنا محتاجين حراسه مرمى، محتاجين سيرد باك، محتاجين يعني الاحتياجات الفعليه والافضل في مكانه، مش مجرد ان انت تروح تتفاوض وتبقى انت ايه تقول للجمهور انا خلاص لا. فعشان كده دي الصوره اللي انا بعرفها بس الجماهير الاسماعيلي، ومع ذلك في شغل شغالين وان شاء الله. استاذ علاء هل تسمعني؟ باذن الله هنبدا نعلن على صفقاتنا. استاذ علاء سامعني؟ سامعك يا فندم. طيب بسأل حضرتك فيما يتعلق، حضرتك بتقول لي دلوقتي في انديه بتزايد على النادي الاسماعيلي، انديه ايه اللي بتزايد على النادي الاسماعيلي وايه شكل المزايده؟ عايز افهم الشكل المزايده. ان انت بتدخل تتقدم بعرض النادي اللي انت بتقدم له موافق واللعيب موافق، تاني يوم تلاقي الكلام اختلف علشان عرفنا بعد كده ان اللعيب ده راح للنادي الفلاني، وحصلت مع النادي الاسماعيلي. وبعدين خلي بالك كتير بيقولوا ليه مش بتعلنه؟ انا ما بعلنش على الصفقات غير لما تتم، لما ناخد الاستغناء، لما العقد يتكتب. الناس طلع في مواقع كتير وكلاء لاعبين حددوا اسماء معينه، وفعلا الاسماء دي الاسماعيلي كان بيتفاوض معاها، تاني يوم لقينا الاسماء دي في انديه ثانيه، والناس تعتب على الاداره يقول لك اصل انتوا كسلتوا انتوا، لا احنا حاطين الاسم ده مع ثلاثه تانيين في نفس المركز، وشفنا ان المبلغ المطلوب منه من نادي مغالى فيه جدا، ومع ذلك الاسماعيلي كان موافق، وفجاه نلاقي نادي ثاني بيحصل على خدمات هذا اللاعب بمبلغ يزيد الضعف على النادي اللي احنا كنا شايفينه مغالى فيه اساسا. دي من الانديه الصاعده حديثا الى الدوري الممتاز؟ يا فندم، يعني بص حضرتك انا برضو ايه مش عايز اذكر عشان ما احرجش لاعبين. انا زي ما قلت لحضرتك بتتفاوض مع لاعب ومعاه اثنين وثلاثه الافضل بتجيبه، المناسب معاك مش مناسب في الماديا فقط، المناسب يكون الافضل في مكانه، يكون افضل من الموجودين. هي دي الفلسفه اللي هم شغالين عليها لجنه التعاقدات. انا دوري ان هم خلصوا اوكي بنبدا نعلن، يكون فاكت يكون واقع. فانا عايز اطمن بس جماهير الاسماعيلي ان النهارده غاضبه جدا، وغضبها يعني مش عايز اقول لك انا برد على واحد واحد عندي في الرسائل وبحاول حته فتره القيد دي كانت عامله توتر، ولكن انا دايما بقول ان فتره القيد الاولى بتبين مواقف كتيره جدا، بتبين انت بتتفاوض مع نادي هو عايز يغلي عليك يوم يقيد في فتره القيد، يعني في حاجات بتبان ومواقف بتبان. عشان كده بطمن جماهير الاسماعيلي
بعد ما تنتهي فترة القيد الأولى بإذن الله هيكون في تعاقدات مرضية وزي ما وعدنا مش مجرد كلام في الهوى ولكن فعلا في تعاقدات عشان احنا عندنا النية نلاقي فريق مختلف تماما عن الموسم الماضي. احنا بقول موسم كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، ده مش هيتكرر ومش هنسمح بتكراره. انا بقول لحضرتك مش هسمح كمشجع اسماعيلاوي وليس ان انا بشتغل جوه النادي وكل الناس مش هتسمح بتكرار الموسم الماضي. عايز اطمن جماهير الاسماعيلي، اطمنوا اطمنوا ان شاء الله الصفقات اللي هتعلن هتكون مرضية لجماهير الاسماعيلي باذن الله. ان شاء الله باذن الله، تمنياتنا بالتوفيق يا استاذ علاء، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان تكون افضل بالنسبه للنادي الاسماعيلي. استاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الاسماعيلي. على فكره النهارده الصبح كان معايا على التليفون المحترم مهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب، وقال لي حاجه غريبه جدا. انتوا عارفين الفتره ديت فتره انتدابات، فتره انتقالات يعني، فبساله بقول له ايه الاخبار، ناويين تجيبوا حد من الاهلي على سبيل الاعاره، ناويين تجيبوا حد من الزمالك، الدنيا ماشيه ازاي اللاعبين؟ قال لي انا بقول لك هو خدها على لساني، انا مش عارف اجيب حد من النادي الاهلي، مش عارف اجيب حد ليه؟ قال لي لانه الانديه اللي صعدت حديثا الى الدوري الممتاز بتحط ارقام كبيره جدا جدا في الاعارات، حتى وان كان النادي الاهلي لسه لم يفصح، بس اللعيبه هم بيتكلموا مع اللعيبه وبيتكلموا في ارقام كبيره جدا جدا، الارقام دي انا ما اقدرش ادخل فيها، تصريحات على لسانه موجوده النهارده الصبح في الراديو معايا، وبالتالي انا مش عارف اخش معاهم في مفاوضات والمزايدات كبيره. مش الشكوى الاولى او مش ده الانطباع الاول مثلا اللي بيقوله المهندس محمد عادل في النادي المقاولين العرب، ودلوقتي النادي الاسماعيلي برضو نفس القصه، فبرضو دينا بنحط حضراتكم في الصوره. طيب عندي خبر وعندي لقاء. الخبر اللي عايز اقوله متعلق بالمهندس هاني ابو ريده، واللي بيعلن ترشحه على مقعد العضويه بالمجلس الاعلى للاتحاد الدولي لكره القدم وعدم التقدم ل مقعد رئاسة الكاف. ما كان منتظرا في الفترة اللي فاتت هو أن يتقدم مهندس هاني أبو ريدة بأوراق ترشحه للاتحاد الأفريقي كرئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن الراجل قال أنه خلاص مش هيترشح في هذا المنصب وإنما هيترشح على مقعد العضوية بمجلس فيفا الأعلى وعدم التقدم للكاف. الأسباب كان قالها المهندس هاني أبو ريدة قبل كده ما كانتش سر يعني، قال ان هو لو احمد اعلن ترشحه فهو مش هيترشح. مهندس هاني ابو ريده في برضو من الكواليس، خليني اقول لحضراتكم دي من الكواليس بقى الاسباب اللي مخليها دلوقتي زعلان، انه اتحاد الكره ما عملش الانتخابات قبل يوم 10 نوفمبر. ليه قبل يوم 10 نوفمبر؟ لانه ده كان الموعد النهائي لتقديم اوراق الترشح لكل رئيس من او كل شخص يرغب في تقدم باوراق ترشحه كرئيس للاتحاد الافريقي. فالراجل قال لك انا مش هينفع اخش الاتحاد الافريقي وانا مش رئيس للاتحاد المصري، فكان عامل حسابه الانتخابات تتعمل يبقى موجود كرئيس للاتحاد المصري، لانه من بعدها هيتقدم كرئيس للاتحاد الافريقي. طيب هل معنى كده ان هو ما كانش يحق له الترشح؟ لا، كان يحق له الترشح، بس هو الراجل شايف من وجهه نظره انه الافضل انه كان يبقى من المنصب بتاع بلده كرئيس للاتحاد ومن بعدها كرئيس للاتحاد الافريقي. قال لك لانه احمد رئيس الاتحاد الافريقي دلوقتي هو رئيس الاتحاد في بلده، احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، فوزي الاقجع رئيس الاتحاد المغربي، سنجور رئيس الاتحاد السنغالي، جاك اوناما رئيس الاتحاد الافواري، كل دول من الاسماء ابرز المرشحين. خد بالك بس اللي دخل عليهم جديد هو موتسيبي رئيس نادي سان داونز الجنوب افريقيا، هو ده الوحيد اللي لا يشغل منصب كرئيس للاتحاد في بلده. تقرير برضو من ضمن التقارير المهمه شوفها مع حضراتكم، دكتور احمد عبد الله كابتن ناصر ماهر نجم المنتخب الاولمبي على هامش النهارده المؤتمر المتعلق بتقديم الدورة الأولمبية اللي بتجمع بين منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب البرازيل، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتكم. طبعا احنا بنشكر الدولة طبعا على انها قدرت ونجحت انها تجيب البطوله دي في مصر. البطوله دي كانت هتتعمل بره مصر والفرقه دي كانت طالعه تلعب بره مصر، وجت توجيهات ان احنا نعملها في مصر ووافقنا ان احنا نجيب المنتخبات دي. بتدي مسج ان انت
تقدر تنظم ماتشات كبيرة وتقدر تنظم بطولات كبيرة، وان البلد مستقرة وان الحالة الحمد لله كنترولبل. موضوع الكوفيد 19 ده ان شاء الله يعدي على خير على العالم كله. ان انت بتدي مسج ان انا اقدر انظم في الظروف اللي زي دي، واحنا بعتنا قبل كده مسج ان انت كملت الدوري بتاعك بعد قرارات وتوجيهات القيادة السياسية، قدرت تنظم الدوري وترجعه تاني. وخد بالك برضو عمرو، انا عاوز اقول لك حاجة، انا بشكر اكيس الدولة كلها، لان انت الدولة الوحيدة في العالم اللي قدرت تراجع 4 درجات. يعني مش بنسب الفضل ليا او بنسب الفضل للجنة، لا احنا بننسب الفضل للناس كلها اللي قدرت النهاردة ترجع 4 درجات، وكل دول العالم رجعت درجة او درجتين، واحنا الحمد لله رجعنا 4 درجات وخلصت على خير الحمد لله. واللي صعد صعد واللي هبط هبط، والعملية ان شاء الله تكمل وتمشي. بالنسبة للتنظيم البطولة، انا شايف انها فرصة كويسة. المنتخب الاولمبي عمل حالة لما في البطولة في نوفمبر اللي فات، ولما خد البطولة وقدر يرجع ثقة الجمهور المصري في المنتخبات بعد ما كانت سنة راحت بعد الخروج في دور 16 المنتخب الاول. كنا بنتكلم مع لعيبة وقلت قبل كده ان هم اللي في ايديهم يرجعوا ثقة الجمهور المصري في الكورة. ابتدينا واحدة واحدة من الماتشات، من اول ماتش مالي واحدة واحدة الاستاد ابتدى يتملي لحد ما في اخر ماتش والسيمي فاينل كان بالضرب ان انت تحضر الماتش بتاع منتخب مصر. فعلا الجيل كويس جدا جدا جدا، عمل حالة كويسة جدا، والحمد لله عودة الدوري قدرت تضيف بعض اللاعبين للهيكل الاساسي بتاع المنتخب. احنا عندنا السنه دي او عندنا في المعسكر ده حوالي 10 عناصر جديده عن الهيكل الرئيسي، وعندك لعيبه من المنتخب الهيكل الرئيسي بتاعتك طلعت المنتخب الاول. فانا شايف ان شاء الله تبقى بطوله كويسه، وهي خطوه في برنامج الاعداد بتاع الكابتن شوقي، لان احنا عندنا امل ان شاء الله ان المنتخب ده يجيب ميداليه باذن الله. الاول الدرجه الثانيه والثالثه هيبتدوا الاول، وبعد كده عندنا بعد الفاينل بتاع الاهلي والزمالك في افريقيا ان شاء الله هناخد عندنا ماتش سيمي فاينل والفاينل بتاع كاس، وبعديها على طول هيبتدي الدوري. يعني اعتقد ان هي تبقى ان شاء الله في اول اسبوع من ديسمبر ان شاء الله. في اول اسبوع من ديسمبر. احنا اعتقد ان اللي ماسك الملف ده بيبقى ماسكه محمد فضل، واعتقد ان احنا طالبين ندخل جمهور وهنساعد في التنظيم بتاع الفاينل. فان شاء الله ربنا يسهل ويبقى ماتش. انا بص، هو الماتش صعب جدا وماتش ما بيكررش، بس ان شاء الله يعدي على خير، وان شاء الله نبارك للفايز ونور هارد لك للمهزوم. ويعني اعتقد احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه ان تبقى احتفاليه ويطلع الماتش بصوره كويسه للناس كلها. بقول لك النهارده وجود البرازيل وجود كوريا يمثل للاعيبه منتخبنا الاولمبي، يعني ماتشين هيبقوا كويسين طبعا، منتخب كوريا بطل اسيا ومنتخب البرازيل بطل كوبا. يعني ماتشين احنا بنحاول نستعد بشكل كويس، عندنا عناصر جديده دخلت المنتخب، احنا بقالنا سنه ما اتجمعناش يعني، لكن بنحاول ان احنا نظهر بصوره كويسه، والعناصر الجديده اللي دخلوا المنتخب نقدر نأدي بشكل كويس. طبعا بشكرهم من خلال حضرتك سيادة الوزير واستاذ عمرو الجنايني، دايما هم موجودين معنا في كل معسكر، هم داعمين لنا بشكل كبير. طبعا احنا كان عندنا هدف قدرنا نحققه، وهو بطولة امم افريقيا ان احنا ناخدها. عندنا لسه هدف تاني ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه كويسه لمصر باذن الله. كنا حابين طبعا ان احنا يتلعب في وقته، بس هو ده كان قدر، يعني ما تقدرش تغير فيه حاجه لان كان في ظروف الكورونا. لكن ان شاء الله احنا بنحاول نستعد بشكل كويس، ولسه هدفنا زي ما هو، هدفنا ان احنا نحقق حاجه ان شاء الله. طيب، بيراميدز هيقدم مدربه ولاعبه الجديد بكرة في مؤتمر صحفي. بيراميدز ما اعلنوش عن المدير الفني، وان كان يعني الاخبار بتقول ان هو اروى بارينا المدير الفني اللي كان مرشح لقياده النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، كان واحد من ضمن 4 5 اسماء كان الاعلام بيتكلم فيهم مع موسيماني، طبعا ده خلفا لانتي تشاتيتش اللي كان موجود الفتره اللي فاتت. برضو هيبقى في لاعب جديد سيتم تقديمه في هذا المؤتمر. كابتن طارق العشري مديرا فنيا لطلائع الجيش خلفا لكابتن عبد الحميد بسيوني، قدم كابتن عبد الحميد اداء طيبا حقيقه خلال هذا الموسم، والكابتن طارق العشري هيبقى موجود كمدير فني، اتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله خلال الفتره المقبله. استراحه اعلانيه، ومن بعد الاستراحه استقبل ضيفي وضيف حضراتكم نجم مصر عميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن، تفاصيل مهمه جدا وحوار من نوع خاص
وحوار من العيار الثقيل وانتظروا فيه تصريحات مهمة وتفاصيل وأراء مهمة جدا جدا بعد الاستراحة الإعلانية. خليكوا معانا في جمهور التالتة. أهم لاعبي مصر عبر تاريخها بالمجهود وبالعرق صنع تاريخ قوي جدا جدا، واحنا بنتكلم عن تاريخ كروي قدمه نجم الكابتن أحمد حسن ليس فقط في مصر وإنما في الخارج وفي تركيا وقت احترافه في وقت كان فيه مميزا للغاية، ثم العودة إلى مصر وعبر بوابة الأهلي ثم بوابة الزمالك ومن قبله كان في الإسماعيلي. الأهم من كل المحطات اللي احنا بنتكلم فيها ديت هو ما قدمه كابتن أحمد حسن مع منتخب مصر كقائد للمنتخب وككابتن للفريق. هتمر على العصور كلها وهتمر على كل المنتخبات والأجيال، هتلاقي دايما في علامة مميزة، علامة مميزة اسمها العميد أحمد حسن اللي دايما كنت تشعر بالطمأنينة وهو موجود مع المنتخب، كان أساسيا ومميزا، وفي الأوقات اللي ما كانش بيبقى فيها أساسي كان الكابتن أحمد حسن له دور كبير جدا جدا في التعامل مع لعيبة المنتخب. تاريخ يفخر به كل شخص ويفخر به الكابتن أحمد حسن، ما قدمه لمنتخب مصر وما قدمه لمصر كان كثيرا وكبيرا، ودايما وأبدا بحس من جوايا أنا وانطباعاتي انه كابتن احمد لم يتم استغلاله حتى الان بالشكل الامثل مع ما قدمه من انجازات وتاريخ كبير وعميق لكرة القدم المصرية. فخلونا في هذه الحلقة المختلفة نرحب بنجمنا وضيفنا وصاحب مكان اصلا في الاصل كابتن احمد حسن. كابتن احمد اهلا وسهلا بكم، نور الدنيا كلها. يا هيما وحشني جدا جدا جدا، شكرك على الكلام الجميل ده، ويعني شهدت فيك مجروحة لان انت اخويا وانت عارف محبتك بالنسبة لي، وأنا سعيد جدا أن أتواجد معاك مع جمهور التالتة، ويعني كتير عليك الكلام ده. والله أبدا ما كتير، دايما أنا بشوف كده ودايما الناس كلها شايفة كده. أنت قدمت الحمد لله، الحمد لله قدمت وعملت تاريخ كبير جدا جدا لكرة القدم المصرية. أنا عايز أبتدي بيه، بس من بعد التقرير نتكلم كده في الأجواء المصرية الحلوة. أنا معاك في أي حاجة، يلا بينا كابتن. يلا، انطباعك إيه لما بتشوف الأجوان والأهداف والتاريخ ده؟ يعني عايز اعرف ايه اللي بيحصل لك. يعني اكيد ببقى سعيد طبعا، يعني يمكن الناس بتشوفه كده اللحظات ان هو زي ما انت بتقول هو تاريخ على مدار سنين، تعب وجهد ومواقف صعبه اتحطيت فيها، مواقف كانت متطلبه منك شخصيه في وقت من الاوقات، في اوقات انت بتبقى دنيا صعبه ولكن انت بتقدر ترجع تاني بشخصيتك القويه، فكل ده تاريخ الواحد بيبقى سعيد بيه. على فكره انا في وقت من الاوقات لما ببقى قاعد كده وعايز احسن حالتي المزاجيه كده اقعد اتفرج على حاجات ليا، يعني اقعد اتفرج على حاجات ليا اشوفها، اشوف الاهداف بتاعتي، لان زي ما انت بتقول مش سهل انك انت تكتب تاريخك. لا مش سهل، وسيبك من مساله ان يبقى في تقدير ولا مفيش تقدير، لان شاء من شاء وابى من ابى انت ليك تاريخ وهيفضل محفوظ. وبعيدا بقى لان بص انت بترجع مثلا ده 98 ده من كام سنه؟ 23 سنه، يعني تخيل. انت بتتكلم يعني احنا 23 و 24 سنه مش كده؟ ايوه المفروض يعني بص انت بتشوف هدف وانت لسه في بدايه طريقك وانت لسه في بدايه مستقبلك، ف الحمد لله الحمد لله.
الواحد يسألك من الحتة اللي انت بتتكلم فيها، هل تشعر انك مقدرا تم استغلال تاريخ احمد حسن واحمد حسن بالشكل الامثل والشكل الانسب؟ بص عايز اقول لك على حاجه بعيدا عن اي حاجه، انا من الشخصيات اللي متصالح مع نفسي جدا، انا الحمد لله انا واخد حقي وبزياده، وانت عارف يعني عارف. الموضوع ما مش دايما انا من الناس اللي هي شكايه واصلا انا ما باخدش حقي، وانا اعلاميا ما بيشغلنيش الموضوع ده خالص، ولكن احنا عندنا مشكله هنا ان احنا ما بنعرفش نكبر بعد بيه، ما عارفش ان احنا القيم والرموز بتاعتنا ان احنا نحطها في مكانها الطبيعي، القامات بتاعتنا نعرف نستغلها، القامات بتاعتنا بالظبط، ودي ازمه على فكره، ودي ازمه ومؤخرا كمان بقت موجوده، ان في قامات، في قامات كبيره جدا، في ناس عملت التاريخ، في ناس بعد كده كمان، انت لما تيجي تتكلم على التاريخ ما بتقيس على انت لعبت كام ماتش، لا تقيس على حققت نجاحات ايه، كام سنه من السنين انت بنفس مستمر. المستوى بالظبط، عطاء مستمر، نجاحاتك، سلوكياتك كمان ده شيء مهم، ياما لعيبه كتير كانت لعيبه مميزه ولكن سلوكيات بعدتها تماما عن الناس، لان دايما تلاقي الناس مرتبطه باللي عنده سلوكيات كويسه داخل الملعب وخارج الملعب. صحيح. فاحنا عندنا ازمه في ان احنا ازاي نحافظ على الرموز، دي مشكله. احنا بقت عندنا ازمه، يعني انا خلينا ارجع بيك كده مثلا لتصفيات كاس امم 2017. لما جيت في النهائي، احنا وصلنا نهائي. ايوه. لما جيت في مقصوره كانت البطوله فين؟ كانت البطوله مش عارف في جيبوتي ولا في مش فاكر فين، يعني في الجابون، كانت في الجابون. لما جينا بصينا واحنا بنلعب الكاميرون، واحنا بنلعب الكاميرون في النهائي، لما جينا بصينا على المقصوره بتاعت الكاميرون لقينا جايبين الجيل الذهبي بتاعهم، ايتو وسونج. أيوة. وميلا وكل الناس اللي هم رموزهم الكبار موجودين في المضايق. الاتحاد الكاميروني جاب الرموز بتاعته. احنا لما جينا بصينا الناحيه الثانيه بتاعتنا، اعضاء مجلس اداره الاتحاد لا جابوا حسام حسن ولا جابوا الكابتن الخطيب ولا جابوا الكابتن طه ابو زيد ولا جابوا احمد حسن ولا جابوا حسام الحضري ولا جابوا ابو تريكا ولا جابوا بركات، يعني فاهمني؟ شوف الكاميرون عملوا ايه؟ لما تيجي تبص على المانيا استدعوا كلوزا عشان يكون الهداف التاريخي لكاس العالم. صحيح. على رونالدو. لما تيجي فالناس دي بتعرف ازاي تصنع رمز علشان يبقى قدوه ومثل للاجيال اللي جايه، انما احنا عندنا ازاي بنهدم رمز وازاي بنهدم قدوه وازاي بنهدم مثل، ودي مشكله كبيره لازم ان احنا ناخد بالنا منها. يا جماعه الموضوع ملوش علاقه بالوان وفانيلات وده بيشجع ايه وده بيميل لايه وده لعب فين وده ما لعبش فين، الموضوع ليه علاقه بنموذج فعلا يكون قدوه ومثل لاجيال طالعه. يعني لما تيجي تبص دلوقتي فين النماذج اللي بقت موجوده اللي هي فعلا اللي هي المفروض الناس تخليها تتصدر المشهد يعني بالظبط. فالنهارده تصدر المشهد بقى لمين؟ تصدر المشهد بقى للصوت العالي، تصدر المشهد بقى قصف الجبهات، تصدر المشهد بقى اللي عايز يعمل ترند، تصدر مش ده. ودي مشكله كمان في الاعلام، خلي بالك ان لازم اللي تصدر المشهد زي ما قلت لك الناس القدوه، الناس اللي هي الناس بتثق فيها، الناس اللي هي فعلا عمل التاريخ. يعني انا بحزن جدا جدا دلوقتي في السوشيال ميديا ان لاعب ممكن ما لعبش 6-7 ماتشات على بعض بس هو بيعرف يقصف جبهه كويس، بيعرف يعمل كده كويس، بيعرف يمسك التيشيرت يعمله كده كويس، بيعرف مثلا يعمل شغل التلقيح على الخصم. فبالنسبه لهم ده بقى بطل قومي، بطل قومي ده في الملعب، بطل قومي ده بالجهد، بطل قومي ده بالتعب، بطل قومي ده ان هو يصنع تاريخ لنفسه مع ناديه مع منتخب بلده، انما مش بقصف الجبهات. للاسف ان بقى الجيل الحالي بقى يهتم بان هو يلعب الجمهور ازاي من خلال ده حقيقي قصف الجبهات، ده حقيقي اكثر من خلال الاداء جوه الملعب. وشايفين انا في فلما تساله بيقول له انت بتلعب ايه؟ يقول لك انا بلعب سوشيال ميديا. لا يعني بتلعب في الملعب ايه؟ لا سوشيال ميديا انا سوشيال ميديا صحيح. يعني في لعيبه بتنتقل من اماكن لاماكن وبالسوشيال ميديا، وللاسف كمان الادارات الانديه بقت السوشيال ميديا بالنسبه لها محرك. ودي بقت مصيبه ودي بقت كارثه، لان زي ما بقول لك كده ان في لعيبه والله انا بقالي كتير ما شفتهاش كل حكايتها وكل قصتها ان هي ازاي بتعرف تلعب على السوشيال ميديا زي ما انت قلت كده، هو لعيب سوشيال ميديا. لعيب سوشيال ميديا ده مش هيخليني انسى انه الكاس فين؟ فين الكاس؟ الناس كلها فجاه مره واحده طلعت قال لك الكاس عند الصقر، خدت كاس وديته فين؟ وهل انت اتضايقت انه تم الزج باسمك اصلا في الموضوع ده من عدمه اصلا بالقصه دي كلها على بعضها؟
بص هقول لك على حاجه, هو موضوع اتعمل وبلبله اتعملت ملهاش 30 اي لازمه. يعني يعني خليني اقول لك ان احنا زي ما قلت لك بندور على يعني اي هيافه نتكلم فيها للاسف يعني. خليني بس هقول لك على شويه حاجات كده بس عشان الناس تبقى فهمانه. كاس افريقيا اللي موجود دي دي نسخ نسخ تمام, دي نسخ وانا بتهيألي قلت معاك قبل كده. لا قول قلتش معاك. طيب دي نسخ تقريبا 28000 جنيه يعني تقدر تروح تعمله عند واحد بتاع ميداليات هنا في مصر كده. هو انا ما بهزرش والله. النسخ اللي في البيت عندك ديت؟ لا اللي عندي دي انا نسخ انا عاملها يعني. بكام النسخه عامله بكام؟ والله ما فاكر يا ابراهيم مش عارف, 5000 6000 جنيه تقريبا او كده. فاللي موجود في الاتحاد المصري دي دي نسخ. ده مش كاس الاتحاد الافريقي بيهدي كل, خلي بالك الكاس ده لا ذهب كاس ده, لان الكاس ده لو ذهب هتلاقيه هو كاتب عليه ان الكاس ده ذهب عيار كذا صنع كذا, وتلاقيه مختوم كمان يعني معلهوش كمان تاريخ. يعني الكاس ده مش 2008 مش 2006 مش 2010, هو كاس الكاس اللي حضر اللي معاك ده اللي في ايدك ده اللي على الهوا ده نسخة برضه نسخه برضه نسخه نسخه والله نسخه نقدر نعملها. والاتحاد المصري بدل ما كل الهيصه اللي عملها دي مش كلها زي كاس العالم يعني مش لا نسخه لا اصليه بذهب بتاع لا, لا دي شكل كده كوليشن كان طبعا طبعا. وهم فاهمين ده كويس, هم ما كانوش يعرفوا ده يعني الناس في الاتحاد ما كانوش يعرفوا ده ومش فاهمين ده. وانا حتى وضحت يا جماعه دي نسخ اعملوا نسخه اعملوا اثنين اعملوا ثلاثه اعملوا 10 ووزعوها مفيش فيها ازمه مفيش فيها مشكله. يعني هو مش كاس ذهب ولا بميه ذهب ولا الكلام ده خالص يعني والله. فهي الفكره كلها ان ده كاس بيتصنع. هو الموضوع كله اني كان اتكلم معايا طبعا صديقي العزيز كابتن محمد فضل وسالني بيقول لي اصل الكاس والكلام. انا حتى قلت له محمد روح اعمل نسخه ان الكاس كده كده يعني دي كلها نسخ موجوده بتتعمل يعني المفروض الاتحاد الافريقي بيعملها في ايطاليا تقريبا وتكلفتها 1500 يورو 2000 يورو يعني بتتكلم في حوالي حاجه و30 الف جنيه يعني وممكن تعملها هنا عند اي حد هنا مش هيكلفك يعني كتير. بعدين اصلي انا بيقولوا ان الكاس كان عندك. قلت له يا جدع انت جاي بتكلمني في 2021 داخلين 2021 بتكلمني على كاس من سنه 2010 كاس في اتحاد الكوره انا ما يعني. فقال لي تمام ومفيش مشكله والكلام ده وكده. فبعدين فوجئت ان الكابتن احمد شوبير راح اصار الموضوع وكاس افريقيا ضايع وكاس مش عارف ايه ضايع. وحتى لما سالوا الكابتن حسن فقال لهم كاس ايه اللي عندي فحتى فانا استغربت. انا قمت الصبح من النوم لقيت الصحفيين والاعلاميين وكله انا قمت الصبح قلت في ايه وانا رجعت خدت كاس الامم من جديد ولا ايه الحكايه؟ انا مش فاهم والله. والله حسيت ان انا رجعت بالزمن 10 سنين اللي هو ايه الحكايه؟ صحفيين بقى وعمالين يبعتوا لي يا كابتن الكاس موضوع الكاس موضوع انا مش فاهم حاجه انا ما شفتش مش عارف الموضوع. فبعدين لما صحيت كده وبدات اشوف الاخبار فلقيت ان الكابتن شوبير اصلا الموضوع والكاس والكاس مش لاقينه والكاس ده مش عارف ايه. على الرغم من ان الكابتن شوبير كان وقتها كان موجود في الاتحاد المصري لكره القدم لما الاتحاد تم اتحرق بالظبط اتحرق وكده واتسرق منه حاجات كتير وفي محاضره رسميه بالكلام ده يعني في محاضره رسميه ومثبت فيها الحاجات اللي هي ضاعت وكده. بس فلقيت بقى كم صحفيين ومواقع اجنبيه ومواقع بالظبط ناس كلها بتصل بقى. فطبعا وقتها الموضوع قصير بشكل كبير. وانا رحت كاتب حتى التويتر قلت لهم يا جماعه انا مش ما عنديش كاس واحد انا عندي اربعه ولو عايزين نرجع نجيب الخامس احنا ممكن نرجع نلعب تاني يعني. فاخدت الموضوع بشكل فيه يعني هزار يعني شويه. انما موضوع ما كانش ليه لازمه موضوع ما كانش يجب ان هو اصرته لان لو كانوا الناس سالوا كانوا عرفوا ان من 2013 في حاجات اتسرقت من اتحاد الكوره وان كانت اتعملت نسخه والموضوع انتهى والموضوع بسيط. انما اتعمل موضوع طب خلي بالك ده لسه فيه نيابه وتحقيقات والكلام ده وكده لا والله والمطلوب سؤال انا برضه يعني لا والله. طيب خليني بقى اخش على ملف منتخبنا الوطني لانه ده الشغل الشاغل دلوقتي. هسالك سؤال وانا هيبقى الحوار مباشر. لو انك في الوقت الراهن كابتن منتخب مصر وقرر الكابتن حسام البدري هو نقل شارة القيادة ليس بالأقدمية وإنما إلى نجم الفريق محمد صلاح ردك إيه؟ هيكون إيه؟ يعني أنت بتتكلم لو أنت حضرتك كابتن دلوقتي الفريق. موجود كابتن الفريق مكان الكابتن أحمد فتحي هو ما كانش حد يقدر يفتح الموضوع أساسا. يعني مع احترامي طبعا للجميع ما كانش حد أصلا. خلي بالك من كام يوم كان أحمد فتحي ضيف وأنا دخلت معاه في البرنامج فسالني مهيب فبيقول لي لو انت موجود كابتن الفريق وكده وطلبوا مني حاجه قلت له ما كانش حد يقدر يستجري ان هو يطلب الطلب ده. محدش يستجري. بص خليني اقول لك على حاجه.
عشان نتكلم في الموضوع ده، لان محدش يستجري عشان خاطر نجوميتك، ولا محدش يستجري علشان خاطر عطائك، ولا محدش يستجري علشان دي القوانين واللوائح اللي احنا شغالين بيها بالادميه. بص هقول لك على حاجه، خلينا انا هتكلم في استفاضه في الموضوع ده بس عشان نقفل القصه دي تماما، لان هي قصه ما كانش ليها برده 30 لازمه واسيرت من اول ما جه كابتن حسام البدري، يمكن هو اللي اصال الموضوع ده وما كانش ليه اي 30 اي لازمه خالص. خلينا نتكلم بالاصول، خلينا نتكلم بالنجوميه، خلينا نتكلم بالاقدميه، خلينا نتكلم بالتاريخ، خلينا نتكلم بالجغرافيا، خلينا نتكلم بكل المواد اللي احنا درسناها في في مدارسنا. ما كانش ينفع خالص. لاني زي ما بقول لك كده، يعني خلينا نتكلم، هنروح لاحمد فتحي ماشي. لان المفروض ان احمد فتحي هو اللي طلب منه ان هو يتنازل عن شرط الكابتنه، وقعد معاه طبعا النجم محمد بركات وطلب منه الطلب ده، واحمد فتحي كان واضح وصريح لا. تمام؟ لا. وانا استغربت ان يطلب طلب زي ده، لاني خلينا نقول محمد صلاح حتى في تصريح اخير لي كلم وقال دي مسؤوليه ثقيله عليا وهتحط عليا ضغط اكتر من اللي موجود عليا، وفي وجود احمد فتحي وعبد الله السعيد ما ينفعش اكون كابتن الفريق، وده شيء محترم من محمد صلاح. ده حقيقي. وهو هنا بيقدر الناس اللي موجوده القديمه. طيب تعالى نرجع لاحمد فتحي بالتحديد. احمد فتحي لما تيجي تاخد شارة القياده دي، وبيحصل طبعا في اماكن كتير في العالم، ممكن ان بيكون نجم كبير والكلام ده وكده، بيبقى كنوع من انواع الايمج للمنتخب ان هو يبقى كابتن الفريق. ولكن لما نيجي نبص على احمد فتحي بالتحديد، تعالى بص كده على قيمته على تاريخه. احمد فتحي كل البطولات اللي في العالم لعبها. تخيل كل البطولات، مفيش بطوله ما لعبهاش. كاس عالم، كاس عالم انديه، بطولات افريقيه، يمكن ما لعبش في تشامبيونز ليج او الويفا كاب طبعا، لان هو يمكن دول ما لعبش فيهم. انما خلينا نتكلم على كل البطولات القاريه. احمد فتحي شايف كل البطولات الدوليه. بالظبط. فقيمه كبيره، ده رقم واحد. رقم اثنين، لاعب مجتهد، لاعب منضبط، لاعب ذو شخصيه قويه. صحيح. فبالتالي عنده المميزات اللي تاهله ان هو يكون كابتن للفريق، اخر واحد من الجيل بتاعكم. دي حقيقه. بالظبط كده. يعني ده الـ زي ما انت بتقول كده، اللي هو الامتداد للجيل اللي هو صنع تاريخ، يعني اللي هو زي ما عمرو دياب مالك اخر حاجه من ريحه الحبايب. بالظبط. اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. بالظبط. فانت بتتكلم على واحد يعني عنده تاريخ كبير، عنده قيمه كبيره، ولاعب مجتهد، ولاعب زي ما قلت لك شخصيه، يعني يقدر يشيل فرقه في توقيت صعب. فبالتالي عارف لو انت بتتكلم مثلا في ايه؟ في النني وحجازي والشناوي قريبين من بعض في السن، وصلاح قريبين من بعض في السن، فلما ياخدها صلاح مش هيجرح، مقبول، مفيش مشكله خالص. انما في وجود احمد فتحي مسألة كانت صعبة. يعني مجرد اثارتها عملت أزمة بالنسبة للمنتخب، هم كانوا في غنى عنها أصلا. بالظبط، كانوا في غنى عنها، ما كانش ليها أي لازمة خالص. حتى بعد ما هدي الموضوع وتم استبعاد أحمد فتحي، وخلي بالك استبعاد أحمد فتحي أنا من وجهة نظري ليست استبعاد فني، ليس استبعاد فني طبعا. لأن وجود أحمد فتحي، كابتن حسام بدري من الشخصيات الذكية، بس أنا مش عارف ليه هو عمال يصدر لنفسه مشاكل بدون لازمة، بدون داعي. يعني اولا احمد فتحي، انت تعاملت مع كابتن حسام البدري عن قرب في، لا تعاملت معاه في حاجات كتير، يعني تعاملت معاه كتير، تعاملت معاه سواء اداريا، تعاملت معاه سواء فنيا. فانت تصفه بالذكاء ده حقيقه ان هو ذكي. صحيح. ولكن برضه المدير الفني باين في الاخر هو باكج. يعني مش ان انا اكون فني كويس، لا، ان النواحي كمان السيكولوجيه دي اهم. نواحي ان انا ازاي اعرف مين اللي هيلم لي الفرقه. احترامي للمنتخب اللي موجود الحالي، هو فيه لعيبه على اعلى مستوى، كلنا فرحانين بلعبتنا المحترفين، كلنا فرحانين بلعب الاهلي والزمالك اللي وصلوا لنهائي افريقيا، واعتقد ان قوام المنتخب من الاهلي والزمالك واللعيبه المحترفين وبعض اللاعبين اللي هم موجودين من بيراميدز. لما يكون عندي لعيب زي احمد فتحي، زي ما انت قلت، من الريحه اللي باقيه من الجيل الذهبي، ولعيب عنده قدرات مختلفة، لعيب عنده روح عالية جدا، لعيب بيعرف يلم اللعيبة، حتى لو مش هيلعب، اقعد معايا يا كابتن حسام، تعال احمد انا عايزك في الوقت ده انت كابتن للمنتخب، سواء موجود هتلعب، سواء موجود مش هتلعب، المنافسة دي منافسة ملعب. الماتش الجاي انت في احتياج لاحمد فتحي ولا مش في احتياج لاحمد فتحي؟ في احتياج لاحمد طبعا. اعتقد لما نيجي نتكلم عالية، لما نيجي نتكلم على السيرة التحليلية، نيجي نتكلم على التحليل لشكل المنتخب اللي يلعب بيه، محمد هاني واحمد توفيق
ايوه احمد توفيق مش بيلعب باك يمين تمام، اقصى يعني لعبه نص ملعب ومحمد هاني اعتقد ان احمد فتحي هو في النادي الاهلي اللي بيشارك بصفه اساسيه على محمد هاني. محمد هاني لعيب كويس وجاي، ولكن انا بتكلم على لعيب عنده الخبرات. موقف المنتخب موقف صعب، فانت محتاج انك انت في الزقه ديت كان يبقى موجود بالزبط في الزقه اللعيبه الكبار، اللعيب اللي يعرف يلم المجموعه، اللعيب اللي يعرف يلم اللعيبه حوالين اذا حضرتك شايف من وجهه نظرك ان استبعاده لم يكن فنيا وانما استبعاد بسبب موضوع اشاره القياده. انا اعتقد وكان ليها كان ليها مسبقات طبعا، يمكن لما تم الاعلان عن شيره المنتخب لم يتم استدعاء احمد فتحي وهو كابتن للمنتخب. يعني ودي برضه حاجات من اللي هي ما ينفعش، انت عندك كابتن النهارده للمنتخب. عشان كده انا بقول لك احنا ما بنعرفش نكبر بعض. احنا ما بنعرفش نكبر بعض، يعني احمد فتحي يا سيدي هاته ده كابتن المنتخب، استبعد ما يستبعدش بعد كده، بس ده موجود كابتن للمنتخب في الوقت الحالي. صحيح. فلازم يكون موجود في اوائل الصفوف. طب تخيل كده ايه؟ انا بس نقطه بس عشان عايز اكمل الـ 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 القصه دي. فبالتالي زي ما قلت لك لما هنا يكون وجود زي ما قلنا بقى كل الصفات اللي موجوده في احمد فتحي دي، ان يكون موجود معاه ده مكسب للمنتخب وللكابتن حسام البدري. فبالتالي كنت اتمنى وجود احمد فتحي موجود، وبالعكس كان لازم اني كمان كنوع من انواع التحفيز، كنوع من انواع ان انا محتاج كل واحد مهم في المنتخب، ان كابتن حسام البدري كان يفتح خط اتصال مع احمد فتحي. هو اللي يفتح خط اتصال، هو المدير الفني يفتح خط اتصال مع احمد فتحي ويقعد ويتكلم معاه، يجيبه تعالى نقعد نتكلم، انا الفتره الجايه متطلباتي هتكون كذا كذا كذا، متطلباتي هتكون كذا كذا كذا، انا محتاجك كقائد للفريق. في وقت من الاوقات على فكره انا في وقت من الاوقات قمت بالدور ده، ما كنتش بلعب 2008 يا ابراهيم، انا هرجعك ب 2008، انا كنت اول ماتش موقوف وما لعبتش وتاني ماتش ما لعبتش وتالت ماتش ما لعبتش وبدات اشتغل من الدور النهائي وقبل النهائي. الاربع ماتشات الاولين انا كنت بقعد احتياطي وبنزل. كان معايا ابو تريكه نفس الحكايه. عايز اقول لك بس في وقت من الاوقات انا بقوم بدور التاني وبالمهام التاني اللي هو انا بلم الفريق وبلم اللعيبه وبلم المجموعه. طيب عايز اقف عند الجزئيه دي لان معايا على التليفون واحد برضو من الرموز والاسماء الكبيره جدا اللي قدمت لمنتخبنا الوطني واللي عمل تاريخ كبير جدا جدا الحقيقه في افريقيا. يعني لما بتكلم عن كابتن احمد حسن تاريخ كبير بيعمله في مصر وتاريخ كبير بيعمله في افريقيا، برضو لما نتكلم على كابتن عصام الحضري تاريخ كبير جدا جدا بيعمله في مصر، عمله في مصر وعمله في افريقيا، وما اعرفش عندي احساس ان هو ناوي يرجع تاني ولا ابو شاهين ده. ها ابو شاهين ده، ابو شاهين ده معايا على التليفون نجم مصر كابتن عصام الحضري. يا كابتن عصام مساء الورد. مساء الفل يا هيما، ومساء الفل على الصقر منورك وعميد لعيب العالم منورك هو على طول اصلا دايما حبيب. منورنا طبعا كابتن مصر ونجم مصر كابتن احمد حسن، وحشنا جدا يا كابتن عصام، طمنا عليك وعلى اخبارك الاول قبل اي حاجه، كله كويس حبيبي يا هيما؟ وحشني والله، وسعيد ان انا موجود معاكم. ربنا يخليك يا رب. معاك طبعا اخويا وحبيبي وصاحبي وكابتني والمترجم بتاعي وكل حاجه. منورنا. انا بعد ما تخلص دلوقتي حضرتك هترجم للمشاهدين عشان يفهموا انت بتقول ايه. عسل يا كابتن عصام سكر. طيب خلينا اسالك يا كابتن عصام، بنتكلم في جزئيه مهمه على فكره تقدير الاسماء وتقدير الرموز. انا بتكلم ومعايا عصام الحضري ومفيش حد في افريقيا مش عارف مين عصام الحضري، بتكلم وقدامي احمد حسن ومفيش حد مش عارف مين احمد حسن. هل تشعر انه لدينا ازمه في تقدير اسمائنا وقامتنا ونجومنا، وهل تشعر انه كابتن احمد حسن نال حظه بعد ما قدمه من تاريخ زي بالظبط نفس السؤال اللي بساله لك ولا لا؟ بص انا هتكلم، ومشكلتي ان انا يعني بحترم الناس وبحب اقول اي حد، يعني بحب اتكلم واقول الحقيقه. دي حقيقه، العالم كله، العالم بما فيها الوطن العربي، كل النجوم اللي عندهم اللوم اساطير وعملوا حاجات لبلدهم وحققوا بطولات، كل الناس دي بتقدرهم وبتستفيد منهم وبتتعلم منهم، ما عدا البلد الوحيده اللي هي مصر. مش عاوزين حد يزعل مني، احنا بنتكلم للصالح العام. طول ما عندك اسطوره في اي مجال او اي حد في اي مجال هو وصل لمكانه عاليه، لازم انت تجيبه وتستفيد منه ان هو ازاي وصل للمكانه دي. مش كل حاجه الموهبه، مش كل حاجه ان هو اتعلم ايه واشتغل ازاي، لا لازم تجيبه
تتعلم منه تشوف هو عامل ايه مع الموهبه مع ان انت تستفيد منه. في نجوم كتيره سيبك ما بنتكلمش على الحضري ولا احمد حسن. في ناس عملت اسمها وهم صغيرين لغايه ما وصلوا وعملوا اسم وعمل لبلده لان بلده اعطته حاجات كتيره. عشان كده هو بيحافظ على المكانه بتاعت بلده، بيحافظ على اسمه، وبيحاول ان كل العالم او كل الناس بتحب تستفيد من الخبرات دي. اما القصه كلها احنا عندنا لا، في ناس ما تعرفش حاجه خالص وماسكه في اماكن. مين الناس دي؟ في ناس ما لبستش تيشيرت منتخب مصر ولا تعرف حاجه عن ولاء منتخب مصر وموجوده. في ناس ما تعرفش تقول السلام الوطني وماسكين اماكن، ماسكين حاجات اماكن اكتر من ناس عطت البلد. يعني انت قدامك الصق 25 سنه منتخبات شباب اولمبي منتخب اول كل حاجه. عندك هم مش عايز اقول لي بس عشان هو هيقول لك ان هو بيتكلم على احمد حسن، انا بقول الحقيقه. انت ما بتعرفش بتبص لما بتلاقي عندك ان الاسم ده او النجم ده عمل اسم وبقى اسطوره او بقى حاجه على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم الناس كلها بتفتخر بيه وكل حاجه، في الاخر ما تلاقوش موجود. ليه؟ لانه عارفين ان الشخص ده لو هيجي وهيشتغل صح وهيلم المكانه الناس اللي حواليه وهيشتغل صح عشان البلد تمشي في الطريق الصح، هم ما همش عايزين كده. لا، هم عايزين الطريق الغلط. هم عايزين الطريق الغلط، اما الطريق الصح عارفين ان ما فيش حد هيقدر. يعني انت هيبقى عندك واحد زي واحد يساوي اثنين. خليك معايا ثانية واحدة يا كابتن عصام، معلش ترجم ولا انا مش هلحق اترجم كل الكلام ده؟ هو ترجم، هو عارف بس انا عايز اقول لك ان الكلام مترجم حلو ما هوش. لا 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 ده كلام عظمة ما شاء الله. ما شاء الله يعني في كورسات بتتاخد الفترة دي؟ واضح ان في كورسات. في كورسات لا فهو طيب عايز تقول ايه للكابتن احمد حسن كابتن عصام؟ يعني استغل وجودك وانا عارف مدى العلاقة اللي ما بينكم وبين بعض، علاقة كبيرة جدا جدا في الملعب وبره الملعب. العميد انا كلامي فيه يعني مجروح، لان العميد ده حاجه بجد بجد انسان اول قبل كل شيء ما يكون لاعب. طيب قوي قوي قوي، شخصيه جميله، بيحاول يساعد الناس كلها، بيخدم الناس كلها. والله انا بقول الحقيقه لان واتحاسب عليها شخصيه. يعني مش عايز اقول، لو قلت شخصيه واحده بس في الحياه يعني هو شخص يعني حاجه واحده بس، يعني احمد حسن ما يتكررش، ما فيش الا احمد حسن واحد. ربنا يخليك. طيب بتكلم انا والكابتن احمد حسن في جزئيه شرط القياده، شايف موضوع شرط القياده يتقفل ازاي؟ كابتن احمد حسن كان صريح جدا وواضح، قال الموضوع ده عمل ازمه كبيره بالنسبه للمنتخب. هم قفلوه خلاص، احنا قبل ما نتكلم فيهم قفلوه. هم قفلوه طبعا. بص احنا هنتكلم، احنا عندنا عادات وتقاليد في مصر. مالناش دعوه بقى بالعالم ولا بافريقيا ولا باي حاجه، احنا لا بس عادات وتقاليد في منتخب مصر. منتخب مصر طول عمره معروف بحاجة اسمها بالإشارة القيادة الكابتنة القديم بالأقدمية. بالأقدمية أحمد حسن استلم من كذا، من كابتن حسام حسن. هو أنا استلمت منه، أحمد فتحي أو المحمدي استلم مني. القصة كلها في غلط. الغلط ده احنا بعيد عن، عشان بس الناس ما تذكرش احنا مالناش دعوة بمحمد صلاح الوقت. ايوه محمد صلاح ماشي حتة إشارة كابتنة، هتعمل معاه هترفع منه ولا هتقلل منه ولا هتعمل حاجة. صحيح، برافو عليك. صحيح منتخب مصر انت بتيجي منتخب مصر هو كله الموضوع خمس ايام ست ايام الا ان كان معسكر طويل شهر. ايوه دي ما عادش هتقلل محمد صلاح ولا هتزود محمد صلاح ولا هتعمل حاجة. انت عملت ازمة. طب انت عملت ازمة ليه؟ ازمة ايه؟ يعني انت ليه تعمل ازمة؟ ازمة ان راجل حقه ان هو اجتهد وتعب واشتغل عشان يبقى واحمد فتحي كان انا كنت اتمنى احمد حسن يعتزل عشان امسك اشاره الكابتن. احمد فتحي كان يتمنى ان يعتزل عشان يمسك اشاره الكابتن. احنا عملنا ازمه. حاجه اسمها اشاره الكابتن ماشي فنيا. بس نتكلم، ما فيش حاجه اسمها فنيه. احنا هنتكلم اشاره. انت عملت مشكله. المشكله تتحل ازاي؟ وزي ما الكابتن احمد قال لك ان احمد فتحي لما ما تبعتلوش موضوع تصوير التيشيرت بتاع المنتخب، انا واحد من الناس عرفت احمد فتحي مش موجود. وبعدين مش مشكله من دلوقتي، ده المشكله من قبل الكورونا. من ايام ماتش كينيا وجزر القمر. ايوه لما اتقال برضو الموضوع في المعسكر ان اشاره الكابتنه ومحمد صلاح، انت ما تحطش محمد صلاح في طرف. ايوه صحيح. عشان
احنا لعيبه كوره اصحاب بعض. اذا حضرتك شايف برضه يا كابتن عصام زي ما شايف الكابتن احمد انه لابد ان تكون بالادميه، وانه الملف ده وملف استبعاد احمد فتحي ايضا لم يكن بسبب فني. اخر حاجه كابتن عصام حضر هيلعب، هيرجع يلعب تاني ولا خلاص؟ لا يا عم مش هلعب. هيرجع يلعب فين ده؟ لو يرجع يلعب انا هرجع العب انا كمان والله. طب هيقول لك هلعب، هيقول لك هلعب معانا كمان. خلاص يا عم محمد ابو سويله. بص يا ابراهيم، بص يا ابراهيم، موضوع بص يا ابراهيم، في ناس اتكلمت معايا في موضوع اللعب. بس زي ما قلت لك في موضوع اللعب ناس كتير كلمتني. والقصه كلها انا كنت قافلها، لان اقول لك حاجه، ما الناس كل شويه شايفاك بتتمرن، فقالت لك خلاص هيرجع تاني. انت بتتمرن والعميد بيتمرن. ما احنا كلنا بنتمرن، والعميد بيروح يلعب في الجيم بيقعد يعمل لي بتاع زي العقله دي اللي هم بتوع الكومبوز اللي هم ده لايف ستايل يا حضرة، يعمل لي زي الشقلة بالظبط. المهم لا ثانية واحدة بس معلش، كابتن أحمد بيقول لك حاجة خد بالك، قولها يا كابتن أحمد. أيوة بقول لهم، قول لهم ده اللايف ستايل بتاعي. لا قولها. لا قولها، هو بيقول لك قولها. ها قولها. أنا قولها له تاني. بقول لك، قول لهم ده اللايف ستايل بتاعي. اللايف ستايل بتاعي. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، 10 مرات ده. طب صارت 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 احمد حسن صارت. طب الاسهل نقول ايه؟ ها اي ميس يو. ايوه يا حبيبي، اي ميس يو اند اي لاف يو حبيبي. حبيبي حاضر. بص يا هيمه، الموضوع، بص يا هيمه، الموضوع في ناس كلمت معايا. بص هقول لك حاجه عشان بس نتكلم في الموضوع، الموضوع ده مش موضوع انت تستفاد ماديا. لو هيضيف لك حاجه في تاريخك وهيضيف لك حاجه لاسمك اقبلها. اما لما لقيت الموضوع اصلا ما انتش هتستفاد منه حاجه، ولا هيضيف لك في تاريخك حاجه، ولا هيضيف لك في اسمك حاجه، ولا انت عملت تاريخ واسم وكل حاجه مش ماديا. بس عشان كده رفضت الموضوع كله زي ما قلت. فانت كده خلاص رسميا الكابتن عصام الحضري يعلن اعتزاله رسميا، ما فيهاش كلام بلا رجعة. احنا كده كده اعلناه، بس احنا الناس كل ما تسمع حاجه بناكد، احنا بناكد الاعتزال مره. يا عم ما تسيبه، انت عمال تاكد عليه ليه؟ ما تسيبه يمكن يرجع يلعب يا اخي. ده بيقول لك مش هيضيف لي يا كابتن احمد، بيقول لك مش هيضيف لي، مش تاخد عنوان، ما تسيبنا ناكل عيش برضه. والله ده والله بكره الصبح لو هنبدا هنبدا نشتغل وهنبدا اللي بلدنا. وقبل كده قررت، قلت قرار من عندي، بقوله مره ثانيه وثالثه، انا مش هشتغل في التدريب الا حاجتين، منتخب بلدي او منتخب اي دوله او فرق كبيره. ربنا يكرمك ويوفقك. بنستعد وبنشتغل وعندنا اخذنا دوراتنا وكل حاجه جاهزين. ربنا يكرم ويوفقك ان شاء الله. احنا بنعد الجهاز بتاعنا، احنا بنعد الجهاز بتاعنا حاضر، وهي بتقرب ما تخافش يعني. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، ناخد خبر، ناخد خبر. في جهاز بيتشكل اهو، احنا بنجهز الجهاز بتاعنا. هو الجهاز بتاعنا جاهز، هو العميد عارفه جاهز. طب هعرف منه، هعرف منه مين. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عصام، ومساءك زي الورد. بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر وافريقيا كابتن عصام الحضري، وتصريحات مهمه جدا. اذا كباتن مصر ونجوم مصر متفقين على انه ده كان كله على بعضه، ازمه ما كانش يعني في توقيتها. انتقل لجزئيه ثانيه. الاول بس قول لي الجهاز المشكل مكون من مين؟ هنظبطه هو الحضري، هنظبطه بعد والله بنظبط معانا. طيب نروح لفصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا. نروح لفصل؟ تاع الفصل، الفصل اللي هو الطويل ده. هل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك؟ يلا. طيب مع كابتن احمد حسن هنستعرض قائمة المنتخب ونعرف رأيه ايه في اختيارات المنتخب. اختيارات المنتخب والقائمه كانت كالتالي يا كابتن احمد: محمد الشناوي، ابو جبل وبسام، الدفاع هاني، محمود علاء، الونش احمد حجازي، علي جبر، ايمن اشرف، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، الوسط احمد توفيق وطارق حامد ومحمد النني وحمدي فتحي والسوليه وزيزو ورمضان صبحي وقفشه وتريزيجيه وعبد الله السعيد، والهجوم صلاح ومصطفى محمد واحمد حسن كوكا وحسام حسن ومحمد شريف. ما رأيك في اختيارات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والمعايير تحديدا؟ هل شايف المعايير واضحة قدامك ولا لا في الاختيارات؟ بص يعني أكيد في الأول وفي الآخر نتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق للمنتخب، ونتمنى التوفيق للكابتن حسام، ونتمنى التوفيق لكل الجهاز المعاون اللي معاه، لأن كلهم كمان ناس عزاز علينا شخصيا، نجوم كبار، نجوم عملوا تاريخ كبير، سواء كابتن طارق مصطفى راجل الهدف الثاني في 98. ايوه
كابتن محمد بركات، كابتن سيد معوض، كابتن احمد ايوب، كلهم طبعا نجوم كبار، كابتن ايمن طاهر، وكابتن ايمن طاهر طبعا اكيد طبعا. بالنسبه ل انت قلت على الاختيارات، اختيارات طبيعيه ومنطقيه، مش فيها اي ازمات خالص بالنسبه للاختيارات. اعتقد ممكن علامه استفهام واحده او اثنين يعني. خلينا برضو من ضمن الحاجات موضوع كهربا. كهربا كان المفروض نلعب من اللعيبه المهمين بالنسبه لمنتخب مصر، ولعب كان انضمامه طبيعي لمنتخب مصر لولا المشكله الاخيره طبعا اللي هي اصابت فيه مع محمد، استلام الضيع الدوري مع محمد فضل، فخلت ان ممكن كهربا ما يبقاش موجود في المنتخب. وده لاني بناء على طلب اللجنه الخماسيه ان لاعب محاول للتحقيق، فبالتالي ما ينفعش يكون موجود في المنتخب. عندي هنا، وخليني برضو اتكلم بشكل فني لاني انا راجل كنت بلعب في المنتخب، يعني انت مش جايب ضيف النهارده ابراهيم اللي هو ايه يعني إيه ناقد رياضي. أيوه لا ايوه ايوه، راجل الحمد لله لعبت 184 مباراه دوليه ان شاء الله، لعبت مع كل اغلب المدربين اللي جم مسكوا منتخب مصر، حققت بطولات وحققت نجاحات، فبالتالي بتكلم من خلال خبرات. ايوه بتكلم من خلال تعاملات، مش بيه يعني لعيب كوره يعني. اه بالظبط كده. مش بيه يعني. مش افندي يعني، مش افندي يعني بالظبط. فخلينا اتكلم على لاعب واحد هو قيمه كبيره على فكره، وكان امنيه حياتي انا بالنسبه لي تحديدا رمضان صبحي. كنت شايف ان رمضان شايفه امتداد لمحمد صلاح، امتداد لصلاح. يعني عنده كل المقومات ان هو تخليه لعيب جيد. اختار انه يروح بيراميدز، كل التوفيق ليه ان شاء الله باذن الله في اختياره. الا اني انا كنت شايف رمضان يكون لعيب محترف، يعني كان هيبقى يعني ما يستعجلش، حتى لو الفتره الاولانيه ما نجحش فيها مفيش ازمه، مفيش مشكله. يعني ما كانش هيبقى فيه مشكله. انما خليني، رمضان صبحي كان علامه استفهام الوحيده بالنسبه لي انضمامه للمنتخب. ليه رمضان صبحي على حساب كهربا او على حساب، يعني اقصد ان المعايير بالنسبه للكابتن حسام، هل هو المشاركه بصفه اساسيه؟ عارف لو الدوري موقوف واللعيبه ما بتلعبش وكده خلاص انت بتاخد لعيبه بيجهزهم يعني، ما فيش ازمه ما فيش مشكله. لما الدوري شغال كل 3 ايام مباريات، لعيبه بتجتهد، لعيبه بتبذل مجهود، لعيبه عندها طموح، لعيبه عندها امال. كهربا، كريم طارق، اي حد من اللعيبه اللي هم كانوا مميزين كان ممكن يبقى موجود. رمضان صبحي اخر مباراه ليه ممكن شوفنا فريق الاعداد، اعتقد ان هي كانت شهر 12 اللي فات، يعني بقى له 10 شهور لم يشارك في اي مباراه. فبالتالي هنا في علامه استفهام نوع فين. وان كان اللي بيشغل مركز رمضان صبحي هو تريزيجيه، يعني هيلعب بشكل اساسي وممكن رمضان يكون بديل. طب ما كهربا كان ممكن يكون البديل، طب ما كريم طارق ممكن كان يكون البديل. في محمد شريف، محمد شريف بقى موجود دلوقتي او موجود في القايمه اللي موجوده. ايوه انما هنا برضو ممكن يكون الكابتن حسام من وجهه نظر محتاج رمضان صبحي. بس ما انت معيار المشاركه مش موجود توصل. بس انت بتفقد حته ان اللعيب يجتهد عشان يبقى موجود في منتخب مصر. يعني ما انا خلاص طالما انا هجتهد ليه؟ طالما هو في لعيبه معينه هتبقى موجوده ايا كانت بتشارك او ما بتشاركش. فدي علامه استفهام الوحيده اللي كانت بالنسبه لي. ايه سببها لحد دلوقتي لغز انا مش عارف افهمه. كان ممكن يعني اي حد تاني ينضم غير رمضان بما انه يعني لا يشارك بصفه اساسيه. نعم؟ كان ممكن اي حد تاني ينضم غير رمضان بما انه لا يشارك بصفه اساسيه. لان على فكره رمضان ركيزه من الركائز الاساسيه لمنتخب مصر. صحيح. هيبقى موجود طبعا اكيد لما يشارك مع بيراميدز، وده طبيعي. انما انت بتتكلم لما يشارك الاول. بالظبط، انما انت بتتكلم على لعيب بعيد. فكانت الفكره كلها حتى كانت مفاجاه بالنسبه لنا شخصيا، ممكن تكون بالنسبه للناس، انما بالنسبه لنا شخصيا لاعب بقاله فتره طويله ما بيشاركش في اي مباراه وديه، في اي مباراه رسميه، في اي احتكاك، وبالتالي هو بيبقى موجود على راس قائمه منتخب مصر. وعندي لعيبه ثانيه ممكن تكون الاحق لان هي بتشارك وبتلعب بصفه اساسيه بدنيا وذهنيا وكل الحاجات دي كلها. وايد على فكره كمان الكابتن حسام يستعين برمضان في جزء من المباريات اللي جايه لانه عنده 23 لعيب بيبقى موجودين على البنش. انما هي دي كانت بالنسبه لي هي دي علامه استفهام. هقول لك على حاجه ودي من خبرات بقى اقولها لك يا ابراهيم. معيار العداله ده جزء مهم جدا في الاختيارات اللي بيسبب التوفيق.
اللي بيسبب التوفيق. طبعا طبعا. خلينا اقول لك حتى كان عادل جدا جدا, جداً. خليني اقول لك على حاجه. في وقت من الاوقات احنا ما كناش افضل منتخب على فكره في افريقيا. احنا ما كناش الافضل. كان في منتخبات افضل منا. كان في كوت ديفوار, كان في كاميرون, كان في غانا, كان في نيجيريا, عندهم مجموعه لعيبه افضل مننا بكتير جدا وبيلعبوا في دوريات افضل مننا بكتير. بس احنا كان عندنا مستين مهمين. احنا ازاي بنعرف نلم بعض كلاعيبه؟ ايوه. وفي حته العداله اللي انا بتكلم عليها دي. النهارده مثلا كابتن حسن شحاته بيستبعد ميدو, ميدو الاسم الكبير من بطوله انجولا, وبيجي جده. جده ما كانش, كان لعيب في اتحاد السكندري, لكن الكابتن تنساش انا كابتن سيد معوض بيقول لي واحنا رايحين في الطياره المضيفه بتسالني مين اللي قاعد جنبك. أيوة. على جده. بيقول لي راجعين من الطياره مصر كلها مع جده وسايبيننا احنا بالظبط. يعني يعني فاقصد ان ده معيار من معايير العداله. لعيب بيجتهد, لعيب اثبت ان هو يكون موجود. فبالتالي احكي لك على موقفين حصلوا مع واحد منهم نجم بيه جدا جدا جدا, وائل جمعه. لا خلاف على ان وائل جمعه من افضل السوبرات جت في تاريخ مصر. طبعا مظبوط. طبعا وائل جمعه لما ما كانش بيشارك مع النادي الاهلي كابتن حسن شحاته كده قالها له, لو مش هتشارك مش هتبقى موجود في المنتخب. فعلا. وائل جمعه طلب ان هو يطلع اعاره, راح تقريبا ام صلال القطري عشان يلعب عشان يجي المنتخب. وكان وائل جمعه, وكان وائل جمعه كان لاعب معانا بطوله, وكان محقق معانا نجاحات, وكان محقق معانا بطولات, وكان لاعب اساسي من لعيبه منتخب مصر. فهنا جزء يخلينا احنا كلعيبه, احنا ليه لعيبه الكبار كنا دايما ابو تريكه اسم كبير, بركات اسم كبير, عماد متعب, كله كان بيجتهد عشان ياخد مكانه, زيدان كله كان بيجتهد عشان ياخد مكانه, لان انا عارف ان انا انت اسم كبير, اسمك لوحده ممكن تبقى ضامن انك انت موجود في المنتخب. كانش فيه ده, كانش فيه تجتهد عشان تبقى موجود, تجتهد عشان يبقى لك دور. اقول لك ده اتعمل مع الجمعة. احمد فتحي في وقت من الاوقات قعد شويه كده ما شاركش مع النادي الاهلي, نفس الحكايه. كان طلع تقريبا فتره احتراف ما كانش بيشارك. كابتن حسن قال له مش هجيب, مش هينفع اجيبك. فدي بتخلق الصراحه حلوه, والصراحه حلوه بالظبط. اقول لك على حاجه, انا مريت, انا بدات بطولات من 96 لحد 2010. من اكتر البطولات اللي علينا فيها كان بطوله 2004. 2004 كانت بطوله من البطولات الغريبه, اختيارات غريبه و و و و 2002 بقى تقصد؟ 2004. 2004 كان كابتن محسن صالح كان في تونس وخرجنا من الادوار التمهيديه. ماشي. عارف ال 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 طول ما مفيش حته الترابط, مفيش حته ال 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 الفرقه الواحده رابطه مع بعض, مفيش حته الاختيارات العادله, مفيش حته يعني 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 في حاجات هي ما ينفعش تحكي. يعني دي من كواليسنا بقى اللي هي كانت جوه, ما ينفعش تحكي, ما ينفعش تحكي انك انت في 2004 طبعا ما كانش في عداله. لا في حاجات لا بس في 2004 لا احنا كان عندنا يعني مشاكل كتير, والدليل على كده ان احنا كانت فرقه كويسه بس احنا خرجنا من الاوضاع التمهيديه. احنا خسرنا من الجزائر, والجزائر بيلعب ناقص واحد. يعني لا كنا احنا ناقصين, كان هم ناقصين واحد تقريبا, وخرجنا من 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 اتغلبنا من الجزائر, وبعد كده تعادلنا مع الكاميرون دور مجموعات. خرجنا من دور المجموعات. فاقصد ان ان ده اللي انا, ده اللي هو اللي بيحافظ على الفرق, ده اللي انا اخشاه بالتوفيق, وده اللي انا يقلقني على المنتخب, هي الحته دي. ان النهارده ودايما على فكره يعني يعني لما كنت موجود في الاهلي, وكان موجود كابتن حسام البدري موجود وقتها, كان دايما يقول لك انا بالنسبه لي الاختيارات عادله, انا ما بختار بعداله يعني يعني فدي علامه الاستفهام في الاختيارات بالنسبه لي فقط لا غير. ما اعرفش ايه السبب, لان في الاول وفي الاخر انت رمضان هتستعين بيه ان شاء الله مستقبلا, هتستعين بيه لعيب مميز, لعيب مميز, لعيب كبير, لعيب مش جاهز يستبعده. ما هو عنده 23, استبعده من ضمن ثلاثه. انت ما كان سابه للمنتخب الاولمبي, او كان سابه يجهز يعني. طب هو واخده ليه؟ عشان يبقى يعني موجود معاه خلاص طالما كده يعني. انت طالما هتستبعده طب واخده ليه؟ فهمنا اقصد ايه؟ ايوه يعني يعني هل انت ابراهيم النهارده بقى كمشجع انت شايف ان رمضان في التوقيت ده, ان هو مش رمضان لعيب الكوره اللي احنا كلنا بنحبه, يستحق الانضمام للمنتخب؟ لا انا هقول لك بامانه الله, انا كنت اشوف انه رمضان صبحي ينضم للمنتخب الاولمبي, يجهز مع المنتخب ده, مع المنتخب الاولمبي, يلعب في المباريات الوديه ديت اللي هي مع البرازيل واللي هي مع كوريا الجنوبيه, ويجهز ويبقى كويس ويخش على فرقته, وبعدين صحيح يشتغل ويجيبوا المنتخب الاول. مظبوط مظبوط. لان انت شوف ان ده التطور الطبيعي لعوده رمضان صبحي للملعب تاني.
بالظبط كده. فده اللي احنا النقطه او علامه الاستفهام الوحيده في زائد طبعا اكيد احمد فتحي وانا اتكلمت عليه. طيب. في البدايه قبل ما اروح للفصل اللي جاي ده عشان بعد الفصل ده هنحلل شويه كده ونتكلم الاختيارات الافضل للتشكيله المثلى لانه ده من ضمن الحاجات اللي الناس بعتها لنا على الهاشتاج بتاعنا العميد في جمهور الثالثه، التشكيله الافضل من وجهه نظرك اللي هيلعب بقى منتخب مصر قدام توجو. الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره في التاريخ، ما هي الرساله التي يود الكابتن احمد حسن ان يوجهها للجميع في هذا الشان تحديدا؟ اولا حدث تاريخي ولازم كلنا نتفق ان وصلنا لمرحله يجب ان احنا نستفيد منها بشكل جيد، وهي وجود حدث تاريخي في نهائي تاريخي لم يحدث في القاره الافريقيه من قبل، وجود الاهلي والزمالك او فرقتين من دوله واحده بيلعبوا النهائي. صحيح. وعلى يعني كمان شوف تشاء الظروف ان تلعب النهائي يعني ان هو كمان يبقى في مصر. اول حاجه بتمنى ان احنا نستغل الحدث ده امثل استغلال في ان احنا نظهر صوره مصر، لان في النهايه الكسبان هو مصر في النهايه. ده حقيقي. اهلي وزمالك هو الكاس هيروح لحد في النهايه هيروح لحد مصر سواء الاهلي او سواء الزمالك. فيجب استغلال الحدث استغلال امثل سواء من اجهزه الدوله، سواء من مسؤولين عن الرياضه، سواء من اعلام، سواء من جماهير. ففي النهايه انا ما اتمناه ان التعصب اللي زاد عن اللزوم اللي احنا بنخلقه، ان حاله التهييج الاعمى اللي احنا بنخلقها تهدى شويه يا رب. يعني اتمنى ان في دور على الجميع، ان احنا فعلا في حدث تاريخي عايزينه يطلع يليق بمكانه واسم مصر. الحمد لله احنا لعبنا بطولة أفريقية الكل الأفارقة أشادوا بيها والعالم كله أشاد بيها 2019، منتخب أولمبي لعبنا استضفنا بطولة 23 سنة الكل أشاد بالاستضافة. فأتمنى أني على نفس النهج مباراة الأهلي والزمالك أن نخرج بيها بالشكل ده، أن كل يحط فعلا أن مصر هي الكسبانة في الآخر. فأتمنى الهدوء من الجماهير، ولكن الجماهير بتتحرك برضو بالإعلام. برافو عليك. بتتحرك بهجومها. ده حقيقي. ده فأتمنى حقيقي. أتمنى مسألة قصف الجبهات ولا نعمل بقى فيها حامل حمى ولا أنا عشان النهاردة المناوشات الجماهيرية اللي هي ما بين بعضيها دي الظريفة دي مقبولة، ولكن شغل المكايدة بقى، مكايدة الجمهور هنا بالزبط. بلون الفانيلا الفلانية، شغلة ان انا ألقح النهاردة كلمتين ثلاثة عشان خاطر ابقى ترند النهاردة، نكسب شوية كم لايك على كم كومنت على كم شعبية كده زائفة. شعبية زائفة. برافو عليك. على حساب البلد يعني. هي شعبية زائفة بالظبط كده على حساب البلد. فأتمنى ان كله يحط المصلحة العليا لمصر، ان الناس تهدى شوية. يا سيدي عايز تشجع فريقك شجع فريقك، عايز تتكلم على فريقك بشكل كويس اتكلم على فريقك بشكل كويس، انما مسألة لان السلاح الخطير بريم هو سلاح الاعلام. الناس بتقعد تتفرج على القنوات، الناس بتقعد تتفرج على اللي بيطلع على الشاشة. صح. لازم يكون عنده شغف المهنة، لازم يكون عنده مسؤولية، لازم يكون عنده مسؤولية الكلمة كمان اللي بتطلع منه. يا سيدي هتكسب زي ما انت بتقول جماهير زائفة، والله ما ليها 30 لازمة. هتروح مع اللي راح والناس مش هتفتكرك، الناس ما بتفتكرش الا السيرة الطيبة واللي فعلا يعني الدور التوعوي بالنسبة للإعلام ده جزء مهم جدا لدى الجماهير، عشان زي ما قلت لك الكسبان في النهاية هي البلد، الكسبان في النهاية مش الاهلي والزمالك بس، لا الكسبان هي البلد. فاتمنى الهدوء، اتمنى ان كل واحد يطلع اتكلم على فريقك بالشكل اللي انت عايزه، اتكلم على فريقك بالشكل الامثل، شجع فريقك بالشكل الامثل، ولكن ابعد عن التعصب الاعمى ده. ارجو وفي دور على اللعيبه كمان، على لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك. يعني باثني جدا على اللي انت بتقوله واثمنه، وانا بشوف ده انت بتعمله الحقيقه. برنامجك في الراديو عامل صدى عظيم جدا جدا الحمد في لله. توقيته ناس بتنقل منه، ناس بتنقل عنه، ما شفتلكش في مره لا تعصب ولا حاجه، ما شفتلكش مره انت استخدمت قوه جماهيريه لاي نادي من الانديه، ومبسوط كمان حاجه كابتن احمد انه برنامجك جريء وكلامك يعني محترم. انا بقول عشان كده بس انا ليه بقول الكلام ده، علشان هو ده الحقيقي الراجل اللي بيقوله الكلام ده. وان كنت انا ما بصنفش نفسي اعلامي تماما، يعني انا بطلع بتكلم في الكوره بشكل عام، بس الفكره كلها في ايه؟ انا وانا بتكلم عندي مسؤوليه وحسيت ده وفاهم ده. لا انا مستني النهارده شهره، ولا مستني النهارده حد ابقى ترند، ولا مستني يعني الموضوع بالنسبه لي
بما يرضي الله. الصح بنقوله والخطا بنقوله. ممكن الناس تزعل مننا بس في النهايه الناس بتحترمنا لان احنا بنقول الصح. انت عشان ما عندكش اغراض معينه بالظبط يعني بالظبط في النهايه انا ما عنديش الحمد لله اي غلط او من ورا اللي احنا بنقوله عندنا اي غلط. فده ما نتمناه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. الجزء الفني انت عايز تطلع فاصل؟ عايز اطلع فاصل اللي هي الطويله بتاعتك دي. الفاصل الطويله ديت. بعد الفاصل هنرجع مع كابتن احمد حسن على صبورة التحليل. الكابتن احمد هيختار التشكيل الافضل من وجهة نظره لقيادة منتخبنا الوطني خلال لقائين او اللقاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله. هقوم بدور المدير الفني؟ نعم هقوم بدور المدير الفني. انت طول عمرك مدير فني يعني. بعد الفاصل خليكم معنا. رجعنا حضراتكم مرة تانية وبنوصل معاكم لفقرة التحليل. طبيعة مختلفة تماما انه يكون موجود معنا كابتن احمد حسن ولو انها يعني ايه والله زمان يا سلاح كده. نعيد الامجاد مرة تانية. اتفضل كابتن احمد. رجعتنا ايما تاني لايام زمان والتحليل. طيب خلينا نتصور كده الشكل اللي ممكن يلعب بيه المنتخب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وبرضه انت يعني معايا كده قول لي يعني في وجهة نظر. طيب خلينا من اول حراسه المرمى مين؟ انا اعتقد ان الشناوي هو الشناوي طبعا ماشي. ده لا يقلل من ابو جبل ولكن الشناوي اعتقد ان هو مؤخرا هو الحارس الاساسي بالنسبه للمنتخب. الاثنين اللي موجودين هنا حجازي لا خلاف عليه طبعا ان لاعب مهم. واعتقد ان كمان بدا مشاركته بعد ما راح الدوري السعودي اعتقد اتحاد جد على طول لعب على طول اول ماتش بعديها جنبه اقرب حد يكون جنبه هو الونش. الونش هو ماشي بشكل كويس بيقدم مع فريقه بشكل كويس بدأ يقلل كمان من أخطائه بدأ يقلل من دفاعه. فأنا أعتقد أن الونش يبقى موجود والاثنين كمان في الكرات العالية في الكرات الثابتة يقدر يستفيد بيهم بشكل جيد الكابتن حسام في الضربات الركنية والضربات الثابتة. الاثنين مميزين في ألعاب الهواء فيقدر يستفيد بيهم. فضلتهم ليه الاثنين مع بعض على أنه مثلا في اتجاه تاني يقولك طالما انا عندي الونش اخد جنبه علاء على اعتبار انه الاثنين ما بينهم وبين بعض عنصر الانسجام مش لسه هجيب الونش وحجازي رغم ان الاثنين جامدين جدا جدا بس ممكن يكون موضوع الانسجام مش موجود ما بينهم ودايما يقول لك قلوب الدفاع وانت ادرى مني كمان قلوب الدفاع لازم تبقى متفاهمه مع بعض. صحيح. بص ملهاش علاقه قوي وتفتكر احنا في وقت من الاوقات مثلا كان وائل جمعه فتح الله يعني مش كان وائل جمعه عبد الظاهر ساقه يعني والاثنين ده كان بيلعب في حته وده كان بيلعب في بلد ده كان بيلعب في بلد فهي ملهاش علاقه قوي. هي ليها علاقه ان بس الاثنين يتعاملوا مع بعض ان لما واحد بيضغط الثاني بيبقى بيعمل التغطيه بتاعته ماشي. نفس الحكايه الناحيه الثانيه يبقى في بس جزء من التفاهم انما لا خلاف على حجازي لان حجازي كمان من اللعيبه المميزه ولعيب عنده السمات اللي هو بيعرف خبره الدوليه كبيره بالظبط خبره الدوليه زي ان هو بيكلم زمايله كمان من تحت بشكل جيد ماشي. ناحيه اليمين حطينا في موقف هنا ناحيه اليمين خلاص ما عندكش بديل غير محمد هاني هو اللي شارك لان البديل ليه هو احمد توفيق اعتقد اني مش مكانه برضه. احمد لعيب جيد لعيب كويس تقدر تستغله في نص الملعب تقدر تستغله باك يمين ولكن في عدم وجود احمد فتحي اكيد محمد هاني. عشان كده انا كنت بقول لك ان دور احمد فتحي كان ممكن يبقى مهم على الاقل في المباراه اللي هنا تقدر تستعين بيه او في المباراه الخارجيه تقدر تستعين مش لازم في المباراتين لان طبعا اكيد عامل السن ما يقدرش ممكن ما يلعبش مباراتين بس تقدر تستفيد وتستغله في اوقات معينه في اوقات معينه ماشي. محمد هاني ناحيه اليمين ناحيه الشمال ناحيه اليمين ناحيه الشمال محمد حمدي ممكن انا اعتقد ان ممكن الكابتن حسام يلعب بقى ايمن اشرف ولكن انت انا وجهه نظري ان لازم يبقى عنده جزء من المجازفه لان المباراه دي مهم انك انت تكسب فيها مهم انك انت تلعب بكل اسلحتك الهجوميه لان انت بتلعب توجو موقفك لازم تكسب لا بديل عن محمد حمدي عنده الحته الدفاعيه كويسه عنده الحته الدفاعيه كويسه وعنده الحته الهجوميه كويسه لعيب جيد لعيب كويس بس لازم زمايله يساندوه في الملعب لازم زمايله يدوا له الثقه في الملعب لان هو افضل واحد يقدر يشتغل ان هو يهاجم. ممكن يبقى تفكير كابتن حسام ان ايمن اشرف هو اللي يشتغل ويدي حويا لتريزيجيه بحيث ان هو يعتبر ايمن اشرف ستوبر ثالث بس في المباراه دي انا مش محتاج ستوبر ثالث في المباراه دي انا محتاج اهاجم ومحتاج ضغط عالي من بدايه اللقاء من بدايه الفيود اللي موجود والثلاثي اللي موجود تحتيه مع الاثنين اللي موجودين نص الملعب مع الاثنين الاطراف اللي هم يعني ضغط طول من اول اللقاء لازم تبدا بضغط عالي على منتخب توجو عشان تقدر انك انت
تاخد المبادره بالنسبه لك. فبالتالي انا عايز لعيبه تشتغل. ليه هقول لك محمد حمدي وليه محمد هاني لازم ان هم يشتغلوا لما نوصل لصانع الالعاب؟ طيب ما هو اهم حاجه بقى الناس تبقى محتاجه تعرف اختيارات الكابتن احمد حسن نجم منتصف ملعب منتخبنا الوطني لمين نص ملعب المنتخب اللي في الفتره ديت يبقى موجود. انا عندي هنا طارق حامد بشكل عام، مش طارق حامد، عندي النني وعندي طارق حامد وعندي السوليه. السوليه لازم اضحي بواحد من الاثنين، يا النني يا طارق حامد. لازم تضحي. لان انا عندي هنا النني دلوقتي بيشتغل، حتى بيشتغل في الارسنال بيشتغل اللي هو بيشتغل خلف المدافعين. يمكن الارسنال بيلعب بطريقه مختلفه عن اللي هيلعب بيها المنتخب، لان الارسنال ما بيلعبش بنفس الشكل اللي لعب بيه المنتخب اللي هو 4-2-3-1. انما دور النني دايما بيشتغل في الحته دي اللي هو بيلم ورا زمايله، ما بيشتغلش اللي هو رقم 8 اللي هو بوكس تو بوكس. وكان زمان النني ممكن بيشتغل دي كويس، بس مؤخرا ما بقاش يشتغلها. يعني هو بيشتغل اللاعب اللي هو بيلم من هنا. نفس الدور ده بيقوم بمين؟ بيقوم بطارق حامد. بس في اوقات شفته في ماتشات قريبه للارسنال زاد وقدر يعمل رقم. لا النني انا بصراحه فخور جدا بيه، وبصراحه يعني كلنا سعداء بالمستوى اللي هو بيأديه. ولكن انا بتكلم انت محتاج في اللقاء ده ناس تشتغل لقدام، يعني ناس تشتغل لقدام. السوليه الوحيد اللي ممكن بيقدر يعمل دي مع النادي الاهلي في الوقت الحالي اللي هو عنده التكمله الهجوميه، لان انا مش عايز العب باثنين شبه نفس الشكل. يعني مش عايز العب باثنين نفس الحكايه اللي هو الاثنين المدافعين اللي هم بيلموا المهاجمين. ممكن اعمل ده في ماتش خارج مصر، ممكن اعمل ده مع منتخب يكون منتخب عنده النواحي الهجوميه قويه جدا. انما انا بالظبط انا محتاج استفيد بلاعب اللي هو بيشتغل بوكس تو بوكس، اللي هو بيقدر ان هو يرجع يدافع. لو انت البديل هتفضل مين، طارق ولا نني؟ مين اللي يلعب بيه اساسي؟ هو القدر، لان هو اللي معاه اللعيبه هو اللي بيشوف في التمرين. ولكن انا بتكلم اني لازم يبقى لازم واحد يضحى بيه. بالظبط، واحد يضحى بيه. انا اعتقد ان هيكون النني وجنبه السوليه اللي هو يقدر يشتغل لي هنا بوكس تو بوكس ويقدر يكمل، لان كمان عنده ميزه السوليه ان هو كمان الشوت بتاعه كويس. يعني السوليه بيشوت من بعيد مسافات بعيده، فبالتالي انت تقدر تستخدمه. شفناه في الفترات الاخيره مع النادي الاهلي بقى يتواجد داخل ال 18، حقيقي بقى بيبقى موجود ورا المهاجمين. فبالتالي النني السوليه بيقدر يروح ويرجع كمان تاني، بيبقى موجود في المكان بتاعه اللي هو التمركز مع التخطيط. ماشي، مين صانع اللعب؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد تمام. انا اعتقد ان ممكن يكون عبد الله السعيد، وان كان برضه قفشه عنده خفيه الحركه، ولكن عبد الله دور مهم، دور مهم كمان في الثنائيات اللي بيعملها مع محمد صلاح، لان هو بيعرف ازاي يخلي محمد صلاح يعني دايما عينه على محمد صلاح في الاختراقات. فعبد الله السعيد طبعا هو اللاعب اللي هو هيقوم بصانع الالعاب. تريزيجيه وبيشتغل في الحته دي كويس، وان كان تريزيجيه بنشوفه مع استون فيلا بيشتغل ناحيه اليمين ما بيشتغلش ناحيه الشمال. الا ان هو بيجيد في المكان ده بشكل كويس، لا خلاف على ان تريزيجيه. وهنا طبعا اكيد محمد صلاح ومصطفى محمد. مصطفى محمد، وهذا لا يقلل من احمد حسن كوكا، لان هو ماشي كمان مع الاولمبياكوس بشكل كويس. احمد حسن كوكا ماشي بشكل جيد. في جزئيه هنا اتمنى ان يستغلها كابتن حسام، ولازم يبقى فاهم ان مميزات راسين الحربه اللي موجودين مع حسام حسن لاعب سموحه، ان الاثنين بالتحديد احمد كوكا ومصطفى. احمد حسن كوكا ومصطفى محمد الاثنين بيجيدوا ضربات الراس، بيجيدوا ضربات الراس. فبالتالي لازم يبقى في شغل الاجناب. المنتخب بقاله فتره طويله بيشتغل على الاختراقات، الاختراقات اللي هو بيعتمد على محمد صلاح في الكونتر اتاك، بيشتغل على الاختراقات ان عبد الله السعيد يبص على محمد يخترق من هنا على سرعات محمد صلاح. نفس الحكايه تريزيجيه، يمكن تريزيجيه شويه مختلف ان هو بيحب يشتغل بالكوره، ما بياخدش في مساحه، هو بيشتغل بنفسه. انما نفسنا بقى نشوف ليه انا اتكلمت قلت محمد حمدي هنا يشتغل، لان احنا عايزين محمد حمدي يوصل هنا ويعمل كورسات، وضم محمد صلاح، عبد الله السعيد يكون مكمل، وكمان تريزيجيه يكون مكمل. فبالتالي انا بيبقى عندي كثافه هجوميه، لان لا هنا الاثنين دول سواء مصطفى محمد، وان كنت مصطفى محمد لان هو معنويا افضل، واحمد حسن كوكا، مهم ان احنا نشتغل لهم الاجناب، ما نشتغلش عليهم الاختراقات، لان هم مميزين في دي. فبالتالي محتاج اشوف، محتاجين نشوف محمد هاني بيوصل الكره العرضيه، محتاجين نشوف محمد هاني بيوصل، محتاجين نشوف محمد حمدي او ايمن اشرف، لان محمد حمدي بيجيبها بشكل افضل. ان هو يوصل عشان نستغل الميزه اللي هي عند مصطفى محمد، مصطفى محمد و كوكا واحمد حسن كوكا، ايا كان اللي هيلعب منهم. صحيح. توقعاتك ايه للقاء علشان نروح لفاصل؟ طيب انا بقى محتاج حاجه مهمه جدا بيفتقدها المنتخب في الفترات الاخيره، هي حته الضغط العالي اللي انا بقول لك عليها. حته البدايه، حميه البدايه، مهم ان يكون في
ضغط عالي من اللعيبه من اول اللقاء. اعتقد اللعيبه جاهزين بدنيا بشكل كويس، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه المحترفين كلهم وصلوا لفورم عاليه جدا. فمهم جدا من بدايه اللقاء ان انت تنزل على منتخب توجو تعمل حته رهبه دايما اللي دايما احنا في ملعبنا انا داخل اكسب، انا داخل اكسب وداخل اللي هو من اول اللقاء هضغط، بس مش لازم ان انا استحوذ، مش لازم ان انا استخلص الكوره، بس هضغط عشان احسس الخصم اللي قدامي ان انا نازل اكسب، لان المباراه ان شاء الله مش مباراه صعبه، ولكن لازم كمان نستعيد الحته اللي احنا مفتقدينها، هي حته الضغط العالي والروح العاليه في بدايه اللقاء. ودي وجهه نظري، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للمنتخب. ان شاء الله باذن الله. لسه مستمرين مع حضراتكم مع نجم مصر كابتن احمد حسن. كابتن احمد حسن وجها لوجه مع السبوره، سبوره الجمهور الثالثه، بعد الفاصل خليكم معانا. جدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه مستمرين معاكم. وصلنا للفقره الاخيره، فقره السبوره التي يكرهها كابتن احمد حسن. كابتن احمد حسن وجها لوجه مع السبوره. ما بحبهاش والله. ما تحبهاش؟ ها. والموسيقى اللي هي اللي فيها مؤثرات صوتيه دي، وحاسسك انك انت قاعد ايه بيقرروك في النيابه. ايوه. طب جاهز؟ يلا يا حبيب سعيد. يلا بينا. ايه يا اسطى؟ سبع صوت؟ ايه؟ حقق معاك يلا. رفضت الحصول على شارة قادة الاهلي من احمد السيد، نعم ام لا؟ نعم. حصل. حصل. ليه؟ كان السبب ايه سريعا؟ لا، هو كان ماتش كده ودي، وكان احمد السيد يعني انا كنت نازل العب وانا نازل، فحب يديني يعني الشاره وكده، كنوع من انواع التأدية، ولكن قلت له يعني ما يعني ما رضيتش اخدها منه، لان ده حقه ان هو يبقى موجود، هو كابتن الفريق، هو كنوع من انواع التأدية يعني. يعني ماشي. اللي بعده. احد لاعبي الاهلي اقام حمله ممنهجه ضدي قبل قدومي خوفا من حصولي على الشاره، نعم ام لا؟ عبد الباسط عنك برضه انت مش سهل. بص يعني ده اللي انا سمعته، بس ما اعرفش والله اذا كان اه ولا لا، بس كده كده والله ما كان عندي اي نيه خالص، لاني الحضري قال لك كلمه مهمه، قال لك لا هي اللي بتزود ولا بتنقص، لان ال 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 الشخصيات القياديه من غير شاره، يعني مش هي الشاره هي اللي هتحسسك انك انت قيادي او الكلام ده او كده. فسمعت كده، دي حقيقه فعلا، بس نعم. بس ما كانش عندي اي نيه خالص ان انا احصل عليها، لان لو انا بفكر فيها من اول وانا بتعاقد مع النادي الاهلي كنت طلبتها. ماشي. نعم. اللي بعده. حسام البدري رفض قيادة الفنية للبيراميدز في وقت ما، نعم أم لا؟ نعم. نعم. آه نعم. بص هقول لك على حاجة، والموضوع بس في حاجة بس أنا عايز أقول لك عليها، إحنا بعد لافولبي وبدأ يمشي مع الفريق بشكل سيء شوية، فكان كابتن هادي خشب وقتها موجود مدير كورة، وجي قال لافولبي راجل سنه كبير ومش كويس والكلام ده وكده، ما أحمد يمسك الفرقة وهو راجل مدير فني، وكان مدير فني وهو عالم كل حاجه عن الفرقه ويعرف كل حاجه اللعيبه، وبعد كده حتى مسكت مباريات الداخليه بعد كده. ايوه. بس كان ده يعني كان المستشار التركي الشيخ هو اللي قال ان انا امسك المباراه دي، فهادي اقترح واحنا قاعدين يعني الاقتراح ده. كابتن حسام وقتها قلق يعني، قال له بص اصل انا خايف احمد يتحرق يحصل حاجه فالنتائج تبقى معاكسه فكده، فقال يعني ما يفضلش ان احنا نطرح الموضوع من الاساس. ماشي. اللي بعده. انني افضل من ارتدى رقم 17 بعدي، نعم ام لا؟ انا سعيد بانني مؤخرا والله بجد والله. بس هو ما فيش حد ارتداها تاني يعني، ما هو انني بس. بشكتاش. نعم؟ ارتداها في بشكتاش. لا لا، في بشكتاش ما كانش بيلعب ب 17. بس هو 17 انا ارتبطت بيها في المنتخب اكتر. اه طبعا الاغلب الانديه، بس لعبت في انديه تانيه بارقام تانيه. انما ما فيش حد لبسها تاني عشان اقدر اقول لك يعني. نعم ولا لا يعني؟ نعم. نعم. اللي بعده. واصلا ايه قصه 17 دي بسرعه عندك؟ ليه 17؟ نعم؟ في المنتخب جت منين يعني؟ والله يعني هي مالهاش سبب، انا كنت بحب رقم 7. ماشي. بس كان رقم 7 بيلبسه كابتن محمد يوسف. اه. فبدات برقم 4 وبعد كده 15 وبعد كده لحد ما خلاص 17. 17 بقى بعد كده مشيت معايا بقى خلاص 17. شوقي غريب اخبرني بحصولي على احسن لاعب في افريقيا بين شوطين نهائي 2006، نعم ام لا؟ نعم. نعم. دي حقيقه، كابتن شوقي بين الشوطين في ماتش كوت ديفوار في 2006 قال لي مبروك انت خدت احسن لاعب في البطوله.
وضيعت ضربة الجزاء بعد كده اللي بعده. لو عاد بي الزمن لانتقلت من الاهلي للزمالك مره اخرى، نعم ام لا؟ اكيد طبعا. يعني خلي بالك انا وقت ما انا مشيت من النادي الاهلي كان السبب مانويل جوزيه، لا اداره ولا جماهير ولا غيره. فاكيد لو انتقلت من النادي الاهلي لازم انتقل لنادي كبير زي النادي الاهلي، واكيد اكبر نادي زي الزمالك. نادي الزمالك لا يعني لازم، يعني لما انا بلعب في النادي الاهلي نادي كبير، فلازم لما اروح برضه لازم اروح نادي كبير. مظبوط. فكان يعني هاخد القرار برضه. تاخد نفس القرار. نعم. اللي بعده. بص لحد دلوقتي ماشي كويس الحمد لله. اتمنى ان يقود الحضري تدريب حراسه مرمى الاهلي مستقبلا، نعم ام لا؟ وانا اتمنى وان كان صعب يعني يعني انما يعني انا شخصيا طبعا اتمنى. طب يبقى نعم ولا لا؟ يعني نكيفها ايه؟ نعم ولا لا؟ لا خليها امنيات. خليها نعم أمنيات. ولا لا؟ لا نعم ولا لا؟ ماشي. اللي بعده. بس يعني اتمنى له طبعا ان شاء الله. بعض اللاعبين من جيلي كانوا يقتنعون باللجوء للشيوخ من اجل انضمامهم لقائمه المنتخب، نعم ام لا؟ ثلاثه لا بالثلاثه. لا بالثلاثه. لا بالثلاثه. ماشي. تصدقش الكلام الفاضي ده اللي بيجي عايزين يطلعوا ترند والكلام ده وكده. ماشي. اللي بعده. تراجعت عن فكره الترشح لانتخابات اتحاد الكره المقبله، نعم ام لا؟ لا انا لسه ما خدتش قرار اساسا اذا كنت اتراجع ولا ما اتراجعش. لسه ما خدتش قرار؟ اه طبعا. ماشي. يعني وايد ان انا ادخل طبعا، وايد ان انا ممكن، بس ده مش اكيد يعني. يعني ما يعني لسه انت مش عارف على حسب الدنيا ماشيه. انا اتجاهاتي عايز اكون فني، مش عايز يعني ما بيستهونيش موضوع ال 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 الشغل الاداري. الشغل الاداري اللي هو كمان اتحادات انديه مش عارف ايه كده يعني. سمعت انك كنت هتترشح في مجلس النواب، ده حقيقي؟ انا والله انا ترشحت واتحط اسمي ونزلت قايمه وانا ما اعرفش اي حاجه، وانا دخلت على المواقع ولقيت اسمك. والله ما اعرف اي حاجه. انا فوجئت ان انا اسمي عمال يتطرح وفي المواقع، وانا نزلت قايمه كمان يعني. نزلت قايمه وانا ما اعرفش اي حاجه، والناس بركت لك كمان انك او الناس بركت لي. دي حقيقه فعلا والله العظيم بجد. والكلام ده مش حقيقي. والله بقول لك والله ما اعرف اي حاجه. ماشي. اللي بعده. بس محبه الناس بقى نعمه من عند ربنا. حسن شحاته كان يستعد للمباراه القويه بلعب الطاوله، نعم ام لا؟ لا هو كابتن حسن شحاته هو طبيعي طول. بيلعب طاوله يعني هو طول حياته بيلعب طاوله، حتى دلوقتي كابتن حسن بينزل يلعب مع اصحابه طاوله. بيحب الطاوله. فهو راجل كان بيلعبها من نوع الهوايه، مش ان هو بيستعد للمباراه او الكلام ده او كده. ماشي. سؤال خبيث يعني. خبيث. اه طبعا. ماشي. اللي بعده. خبيث عباسط. الحضري رفض الجلوس احتياطيا لعبد الواحد السيد في مباراه وديه واقنعته بصعوبه، نعم ام لا؟ حصل؟ لا. في مباراه وديه. لا ما كانتش يعني في مباراة ودية، وفي مباراة تانية اسمية كانت في أنجولا. في أنجولا 2010. احنا كسبنا المباراتين الأولانيين خلاص، صعدنا بنسبة 100%. فجي المباراة الثالثة فقعد جنبي وقال لي بقول لك ايه؟ هعدوك احتياطي. قلت له طب ايه المشكلة يعني حضرتك كده؟ قال لي انت يعني هتقعد؟ قلت له عادي يعني مفيش مشكلة يعني كده. خلاص هم عايزين يقعدوني انا كمان. طب ايه المشكله يعني حضرتك؟ فقعدت بقى اقنعه والكلام ده وكده. لعب الماتش وطلع اخر شويه. اللي بعده. لن يعنيني من يفوز بنهائي دوري ابطال افريقيا بقدر اظهار صوره لائقه عن مصر، نعم ام لا؟ نعم نعم نعم. اللي بعده. يلا نجري شويه في الاسئله يا شباب. المنتخب الاولمبي اعاد الثقه للجماهير المصريه في كافه المنتخبات بعد بطوله 23 سنه؟ بشكل كبير نعم، لاني اعتقد ان كمان الجيل ده لو اتحافظ عليه بشكل وجاهز فيهم مجموعه لعيبه يفيدوا المنتخب الاول مستقبليا. الجيل ده كمان مترابط جدا، الجيل بتاع المنتخب الاولمبي دي حاجه كويسه، مترابط جدا. ودي من سمات النجاح خلي بالك. صحيح. اللي بعده. الاختيارات. ما تفكرش كتير يا حبيبي، الاقرب لقلبي الاهلي الزمالك بيراميدز، وما تفكرش كتير. ما تفكرش كتير. الاهلي طبعا. اللي بعده. الجيل الحالي لمنتخب مصر ينقصه ايه؟ قوة الشخصية، الروح القتالية، لا ينقصه شيء. الروح القتالية. الروح القتالية. اللي بعده. مش عايزين نديله فرصة افكر يا شباب. كان يستطيع اللعب مع جيلي طارق حامد، عمرو السولية، النني، مين من الثلاثة؟ انت عايز اسئلة سريعة؟ مين من الثلاثة؟ هو عمرو السولية لعب معانا شوية بس ما لعبش بشكل يعني ما لعبش ماتشات كتير. مين من الثلاثة كان ينفع يبقى مع جيلك؟ طارق حامد. اللي بعده. مهاجم كان يستطيع منافسه مهاجمي جيلي
مصطفى محمد مروان محسن كوكا. مصطفى محمد اللي بعده. حلو موضوع الضغط ده، جايب نتائج كويسه يا شباب، كملوا بسرعه. والله انت بسرعه. افضل من حقق انجاز للمنتخبات المصريه حسن شحاته، جواري، شوقي غريب، ما حفظ الالقاب ليهم كباتن النجوم. لا هنا السؤال ده نقصه حاجه يعني. إيه يعني اصل افضل من حقق انجازات بالارقام هو كابتن حسن شحاته، ماشي، ولكن كابتن الجوهري انا بتهيألي اعظم مدرب في تاريخ مصر يعني. ماشي. لان راجل وصل جيل 90، وصل كاس عالم 90، راجل حقق نجاحات 98، راجل حقق نجاحات كتير جدا جدا، غير شكل وطريقه اللعب. عايز تختار اتنين؟ فالسؤال ما ينفعش كده يعني. يعني الارقام اكيد تميل للكابتن حسن شحاته، ماشي، ولكن ال النجاح والمبادره يعني وكاس العالم يعني كابتن جوهري مدرسه مختلفه. كابتن جوهري مدرسه مختلفه طبعا. طيب همشيها الاجابه بالشكل ده، ماشي. وكابتن شوقي غريب اعتقد كمان حقق نجاحات مع المنتخب الاولمبي بشكل جيد. فنختار مين من نختار اتنين؟ لا هو ما فيهوش، مش عايز تختار. لا هو ما فيهوش، هو السؤال ما ينفعش بالشكل ده يعني. يعني فهو ما انا قلت لك ارقام كابتن حسن شحاته، انجازات ونجاحات وشخصيه ومدرسه طبعا طبعا ومدرسه مختلفه كابتن جوهري. ماشي. اللي بعده لاعب لن يكون له بديل، ابو تريك، عصام الحضري، حسام حسن الكبير طبعا. ها يعني ثلاثه عظماء بصراحه، ثلاثه عظماء بجد يا ابراهيم، والله مش والله بجد. انا مؤمن انه ثلاثه عظماء. انا مؤمن والله بجد كده. يعني بس لما ثلاثه عظماء وعميد لعيب العالم قاعد مكان قاعد قدامي يعني اصل هيجاوب يبقى لازم اجابه جامده. اصل انت بتتكلم كل واحد عنده بوزيشن مختلف. انت بتتكلم عصام الحضري حارس، صعب ان يكون لي بديل ولو ان الشناوي ماشي بشكل كويس وابو جبل. تكلم على بوتريكا حاجه يعني، ماشي، في وجوده في الملعب يطمن اي حد. تكلم على ظاهره كبيره جدا واسطوره من اساطير كره القدم المصريه كابتن حسام حسن، يعني صعب صعب يعني صعب ان اختار واحد من الثلاثه دول. عايز تقول الثلاثه يعني؟ طبعا الثلاثه طبعا. ماشي، علمونا على الثلاثه يا شباب. علم على الثلاثه. ايوه كده الثالث كمان. ماشي اللي بعده. بعد كده لما تيجي تحط كابتن حسام حسن الاول وبعد كده بالاقدميات يا عم عباسط. هتعرف عبد الباسط النبي ما تجيبهاش فيا، شايف مش قد الكابتن حسام حسن في سيدي. اهم ما يميز الجهاز الفني للمنتخب بقياده حسام البدري، التجانس الروح العاليه ولا العدل في الاختيارات؟ مفيش حاجه رابعه؟ ايه؟ مفيش حاجه رابعه؟ في قول. مفيش اختيار رابع؟ لا يعني مفيش اختيار رابع؟ لا مفيش اختيار رابع. اهم ما يميز الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، التجانس ولا الروح العاليه ولا العدل في الاختيارات؟ ماشيها التجانس. ماشي التجانس. ماشي اللي بعده. اتمنى اظهر موهبتي في ايه، تمثيل الغنى ولا ركوب الخيل؟ الله ونط حبايب مش قادر اضحك، عارف اللي فيها. تمثيل ولا الغنى ولا ركوب الخيل؟ لا هو الغنى صعب عشان حرف ايه، فممكن نمشيها تمثيل. يعني اكيد مش مغني وعندي لدغه يعني، فنمشيها تمثيل. ماشي نمشيها تمثيل. صحيح. هو فين الفيلم بتاع السهر؟ شويه عدلت عن الفكره شويه. عدلت عن الفكره؟ لا والله بعد ما مضيته كده انا قلت انت هتعدي وتعديني معاك ونمثل سوا ونعدي بقى ونروح في حته ثانيه. لا بعد ما والله بعد ما مضيت العقد وكده رجعت الشيك ورجعت الفلوس وكده. لا والله يعني ليها. انا عايز اقول لكم على حاجه بس، عشان الكابتن احمد حسن كان هيعمل فيلم الصقر العميد. كنت العميد، اسف. وانا كنت حاجز دور اساسي معاه في الفيلم. هيصه بقى، خش بقى التمثيل والدنيا هتنعنش بقى وكده، فباظ الفيلم وباظت المصلحه. لا لا مش انا بيني وبينك قلقت من الخطوه وبعد كده حسيت. لا هو ليها تفاصيل، ليها تفاصيل كتير والله. انا رجعت فعلا بعد ما مضيت عقد وخدت شيك وخدت مقدم وكده، رجعت كل حاجه كلها، لاني يعني في شويه تفاصيل حصلت كده خلتني يعني. يا رب ترجع الفكره تاني ان شاء الله. قبل بس ما اقفل معاك، لان انا وانا بتكلم على السبوره بالنسبه للتشكيل، لان لازم اشيد بلعيب مهم جدا. انا يمكن بس لما رجعت القايمه لعيب مهم جدا وبديل استراتيجي وما شاء الله يعني بيتفوق على نفسه في مؤخرا. مين؟ اكيد احمد سيد زيزو طبعا. لعيب يستحق ان يكون له دور مع المنتخب، واعتقد ان يكون له دور قوي، لان هو لعيب كمان تقدر تستغله في اكتر من مكان في الملعب. فكل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، وربنا يوفقهم
يتخطوا العقبة الصعبة اللي هي اللي جاية المباراة الأولانية بإذن الله إن شاء الله. نجم مصر شرفتنا ونورتنا وكالعادة متألق وكالعادة دايما صريح وواضح. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن أحمد، شرفتنا ونورتنا. أنا سعيد لنا حلقة مميزة كالعادة معاك، وأتمنى اللي ما حدش يزعل مننا يعني. أتمنى إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجم مصر عميد لاعبي العالم كابتن أحمد حسن. دي كانت حلقتنا النهاردة، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فيها عمل بالكامل. نشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله. صباح الألف خير، سلام عليكم.